لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. مستمعي الأفاضل، ما زلنا معكم نتواصل من خلال برنامجكم المباشر كلام طيب، ونذكر بأرقامنا الهاتفية لمن أراد التواصل. أرقامنا 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52. معنا أول مكالمة من فاس مع أختنا سلمى. ألو، السلام عليكم. السلام دكتور، حياكم الله. لالا سلمى، سلام الحاج قريبان، كي داير؟ حياك الله، اهلا وسهلا. نشكرك سيدي، نشكرك على البرنامج ديالك، ولا لا خطيك لا انت ولا الطاقم كله. اعزك الله لالا سلمى. بغيت غير دعي لنا بدعوه بالرحمه للوالد الله يرحمه. نعم، وبالصحه والشفاء لنا وللجميع يا ربي يا كريم. ان شاء الله لنا وللجميع ان شاء الله لاله سلمى باذن الله تعالى يا ربي يا كريم. وان شاء الله تعالى احنا سوف نرجع الدعاء الى ختام الحلقه، ونسال الله تعالى للوالده بالصحه والعافيه وتمام العافيه والشفاء الكامل من الداء وكل سقم. نسال الله تعالى ان يجمع شمل الاسره ويرفع مقامها الى اعلى عليين. غنقول لاله سلمى والعائله الكريمه ديالها يبقوا معنا إلى ختام الحلقة إن شاء الله. نرفع أكف الضراعة إلى المولى جل علا، ونقوم بواحد دعاء جماعي غادي يكون إن شاء الله أكثر وقربا للاستجابة بإذن الله. وغنتحول من فاس إلى رحمنا مع أختنا خديجة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، عامل حاج؟ أهلا وسهلا. لاباس كيداير؟ الحمد لله، الله يبارك فيكم. الله يا ربي يا كريم. إلا كان ممكن نقص شوية من الراديو. نعم. سيدي الله يرحمك، والدين مريضة. وخويا مريض، الله يرحم ديك الوالدين، عدوا الضيقة. وهاد خويا من الدار البيضاء عيط ليا قال لي عاس، لكن ما طلبي ما تيولدش. لا إله إلا الله. سنين هادي، وخويا الكبير عافاك عبد الضيقه مريض، والوالده ودعاء الوالد توفى. لا اله الا الله، الله يرحمه ويسر له رحمته. الله يرحم ديك الوالدين. لا اله الا الله، الله يرحم ديك الوالدين. فين عندك شي دعاء؟ يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم، ان شاء الله تعالى يا رحمن يا رحيم. ونطلب الله عز وجل في هذه الساعه المباركه. عمي الحاج، انا اللي عيطت لك ديك النوبه من كنت قلت لك راني مخلوعه مخلوع من الموت. اياه، عقلتي عليا ولا لا؟ عقلت عليك لاله خديجه. اياه، هذه عاود صمتو هاد 6 ايام وباقي مازال ما كملتش. ان شاء الله تعالى يا ربي يا كريم. اياه، والله يرحمك الوالدين. بغيتك تدير لي هاد الدعاء، وبغيت نسولك غير على فلوس. هاد الفلوس اللي نشدو واش حرام ولا حلال؟ فلوس ديال اش؟ تاع الربا شدها راجل ديال الفائده البنكيه. هذيك كيشدو فيه، حنا تنقول هنايا القرضه ولا شي سميوها ديال القروض. نعم، ديال القروض. و تيقولوا حرام، وتكشاش مخلوعه على ولادي. اي، هو الربا بلا جدال ولا نقاش، الربا حرام في دين الاسلام، وجاء الصراحه العباره صريحه في كتاب الله عز وجل، واحل الله البيع وحرم الربا. وهذه القضيه ديال الفوائد البنكيه، بعض العلماء اعتبروها بان هي الربا المحقق، معظم العلماء اعتبروها هي الربا المحقق، والبعض الاخر اعتبروها بانها صيغه اخرى جديده، والبعض الاخر قالوا لنا واحد الحكم مخرج، قال بذاك المال الفوائد ما ناخذوهمش، الا كان لابد احنا نبلوكيو واحد المبلغ معين ما نحتاجوش لمده طويله، هذوك الفوائد ما نفقوهمش على وليداتنا، ولكن تخلصوا منهم نعطوهم بعض الفقراء او بعض الضعفاء، وما نعتبرهمش صدقه، كنعتبروا واحد المال ليس ملكا لنا حقيقه نتخلص منه. طبعا بعض العلماء قال لك لا نرميه في البحر، لا نحرقه، لا نتلفه، ولا نتركه للمؤسسه البنكيه لانها غنيه. هذه المؤسسه البنكيه عندها رصيد كبير وعندها غنيه، فمن باب اولى انه ينتزع ذلك المال ويعطى.
للفقراء والمساكين إلى أن يكون إن شاء الله في بلدنا الأمين بدائل إسلامية لبنوك تقوم على المصارف الشرعية بإذن الله تعالى. واختي خديجة أسأل الله تعالى أن يشافيك من داء الضيقة، أسأل الله تعالى أن يشافيك من هذا المرض. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. ونسأل الله تعالى لأخيك أن يعجل له بالفرج. اللهم يا ربي يا كريم أنت الوهاب، اللهم يا ربي يا كريم ارزقه درية طيبة. اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. نسألك اللهم أن ترزق أخا خديجة ذرية طيبة صالحة. اللهم عجل له بالفرج، اللهم عجل له بالفرج، اللهم عجل له بالفرج، ولكل الأزواج الذين ينتظرون الذرية الطيبة اللهم عجل له بالفرج أجمعين. قولوا معي أمين. أمين يا ربي يا كريم. نتحول إلى مراكش مع أخينا رضوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدير دكتور كريبان ياك؟ يا سير رضوان. كدير بخير أنيا؟ الحمد لله خويا. الله يبارك فيك دكتور. والله المهم أنا واحد عندي واحد الوالد عيان شوية مريض، الله يرحم بها الوالدين، محيد واحد الكلوة. إيه. وبقات عنده كلوة وهو باقي كيدخن، فهمتي، باقي كيكمي، وما عييت معاه زعما باش زعما باش يحيد هاد التدخين هذا، وهو دابا ما قدرش. ما شاء الله ما شاء الله دكتور. وتقدى لي على الوالده تاعي سميتها ميت قريب ميت تقريبا واحد 20 عام دابا هذه، بغيت ترحم يا رب يا رب يا كريم. واحد خالتي تاعي عيانه شويه، بغيت قد ما نرحم والدين ان شاء الله تعالى يا رب يا كريم خويا رضوان. والله يجيب الجميع المسلمين الشفاء. اللهم امين. اللهم امين اخي رضوان اكرمك. كنشكرك دكتور على البرنامج بزاف، كنشكرك زعما البرنامج زوين بزاف. شكرا لك خويا رضوان، شكرا جزيلا. مع السلامه دكتور. مع السلامه خويا. واكيد ان بعض الرجال لربما كانوا كيدخنوا منذ سنوات طويله كيلقى صعوبه انه يتخلص من التدخين، وكيقول السير رضوان بان الاب ديالو فقد الكلوه، يعني ان التدخين هو تهلكه حقيقيه للصحه، ومفروض أن الإنسان ينتبه إلى هذه الآفة الخبيثة ويقلع عنها في مقتبل العمر. لكن بعد أن وقع ما وقع يا أخي رضوان، قل الوالد ديالك إلى قدر أنه يحرك اللسان دياله بذكر الله. راه القول العلماء الخبراء بأن من أو أعظم الوسائل للإقلاع عن التدخين أن تشغل لسانك بذكر الله، كتبقى تسبح لله وتكبر لله وتحمد لله، واللسان حينما يذكر رب العالمين ويتحرك يولد طاقة نورانية فيتغلب على الرغبة في النيكوتين التي تحتوي في التدخين، وبالتالي ببساطة يمكن أن يقلع عن هذه الآفة الخبيثة. ونسأل الله تعالى أن يشافيه ويعافيه وأن يعينه على الإقلاع عن التدخين، ونسأل الله تعالى أن يطهر قلبه ولسانه بذكر الله. والوالدة هي مات 20 سنة، ما تنساش أخي رضوان من الدعوات ومن الصدقات. كم من واحد منا ماتوا والديه سنوات مضت وما بقاش كيتفكرهم، مع العلم أن المفروض أن كل واحد خصو لابد يتصدق على والديه كل يوم، ولو غير بدعاء ولو غير بقليل من المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يا أخي رضوان ما تنساش الوالدة من الدعاء كل يوم ولو غير بالقليل في السجود، ما تنساش من الصدقات، وما تنساهاش من صلة الرحم ديالها، خواتاتها والأقارب ديالها نصل رحمهم ونزورهم. نسأل الله تعالى أن يرحمها رحمة واسعة. اللهم اجعل قبرها نورا وضياء. اللهم يا ربي يا كريم أدخلها الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم يا رحمن يا رحيم بدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وجيرانا خيرا من جيرانها،
وارحم اللهم جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، آمين يا ربي يا كريم. ونتحول من مراكش إلى مكناس مع لالا نعيمة. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صافي نقول لك دكتور الله يجازيك بخير، نورتينا قلوبنا وصراحة الله يجازيك بخير وصافي، الله يخليك معز عليك والله يخليك وليداتك والله يرحم بها الوالدين دكتور. أعزك الله لالا نعيمة، الله يرفع المقام ديالك لالا. دكتور ربما دابا صلاة العشاء ما غاديش نطول عليك دكتور. مازال باقي عندنا واحد 7 أو 8 دقائق. الله يجزيك بخير دكتور الله يرحم الوالدين، وتنشكرك بزاف على هذا على هذا ساعة الصدر اللي عندك دكتور والله العظيم زعما لا إله إلا الله وصافي. العفو لنا دائما، شكر الله لكم ولله. لا إله إلا الله سيدي. دكتور الله يرحم الوالدين، واحد المشكل زعما كان عندي مع واحد الوليد، صافي نقول لك دكتور كنختار واحد السيدة وخدها واش غنقول لك دكتور ترفع عمايل. هرساته دكتور شغادي نقول لك ماديا ومعنويا. لا اله الا الله. معاك دوك عامين دكتور، عامين فيها طلاق، فيها اسبوع، فيها عرس، فيها طلاق ثاني. الطلاق الاول دكتور دات شغادي نقول لك دكتور دات عرام ديال الفلوس. ما شاء الله. الثاني عاوتاني هي دات نفقه. شغادي نقول لك دكتور يعني الوالدين ديالها داروا بنتهم تجاره. لا اله الا الله. وانا ما تهمنيش اذا كانوا تيسمعوا. بغيتهم يسمعوا هذا الشيء دكتور لانها هرسوا ولدي مزيان. لا وانا قسما بالله دكتور اذا تابعها لبنتي وكثر. لا اله الا الله. عندي جوج بنيات وذاك الولد ودرتها هي البنت قسما بالله دكتور. لا اله الا الله. وفي الاخير يعني ما عايشتش معنا، عايشه معه بوحديتهم وما عطاتوش الراحه مسكين. ما شاء الله. لا نعم دكتور. هو اللي اختارها ولا هي اختارته؟ لا دكتور هو، انا ما اختاريتش دكتور. انا كون قال لي كون زعما اختاريت ما اختاروش دكتور لك النوع. انا مراه غير درويشه، نختار لي وحده درويشه بحال يا دكتور. ربما هي في شي مستوى شويه رفيع اكثر من العائله ديالكم. بحال هكاك يا دكتور. نعم. ماشي هما، العائله ديالها. العائله ديالها نعم. نعم دكتور. وهي ديما تتعنى عندي عند خوالي عند هادي. انا ما قديتش دكتور هذاك ما نكذبش عليك، وفي الاخير من دوضه الصداع وخرجت سرقت له الحوايج كاملين دكتور، خلاته مسكين دار خاويه من دكتور ما نكذبش. ما شاء الله دكتور غير تعطي واحد الدعوه ربي يفدي لنا ما ضاع يا رب. لا نعيمه واش نعم. واش درتوا السبوع على شي وليد؟ نعم دكتور درنا السبوع دكتور الاول داروه هما كانت مطلقه، كنا درنا طلاق اتفاقي مطلقه وعاود طلق ثاني مرة ثانية. مرة ثانية دابا يلاه طلقت في هذا الشهر دابا 30/4 غادي يتم الطلاق النهائي. في 30/4 دكتور. لا حول، شنو السبب ديال الطلاق؟ هو كيكون هذا النزاع أنني أنا في الأنانية والعائلة دكتور هي واحد النوع الفشوش نقول لك مفشة بزاف. ما شاء الله. مثلا قال لها غير وجدي لي شي حاجة، هو خدام مسكين في الأمن، وعرفتي الأمن عندهم الخدمة صعيبة و طيب. وخصو يجي مسكين للدار وختي لقى راحتو فاش يقول لها مالك ما طيبتي من جاتي، قالت له تيقول لها وفري غير واحد شويه الراحه انا جيت عيان، تتقول له ماشي انت اللي خدام. ما شاء الله. ما شاء الله. قسما بالله ماشي انت اللي خدام، وعايشه غير هي ويا دكتور، ماشي حتى عايشين معاه حنا بوحدنا انايا انا وليداتي والزوج ديالي وتنقسمك بالله دكتور زعما كون يا ريت باش زعما تعرفني هكا، ماشي ذاك الانسان زعما اللي هذا واحد الانسان الحمد لله دار وجهه الله وتنقول يا ربي حصرني مع المساكن وقتلني مع المساكن ونعيش مع المساكن دكتور ما قدرتش، تنقول لها بنتي يا ريت لو كان زعما غير بحال هكا بحال بنتي وتنصحها وتنقول لها بنتي هذا وحتى الصدمه كان مكتوب ماشي غير هو تيصلي وقتها كانوا هي نهائيين كاع والو في خطره تنقول لها حتى رمضان راكم تتصليو راكم تتصوموا راه بحال اللي ما صايمين والو وتنصحها دكتور هذا وداك النصيحه اللي تنقول لها انا ما تديرهمش وإلا قالوا لها الوالده ديالها انا ما نقولكش دكتور في هذه الساعه تنقول لها وفي صلاه العشاء راني ما سامحهاش لامها دكتور. لا اله الا الله. تندعيها لله دكتور. لا اله الا الله. عليك دكتور تندعيها لله دكتور صباح وعشيه وفهاد العواج دكتور اللي ما سامحها لي لا دنيا لا اخره. لا اله الا الله. لا دنيا لا اخره دكتور. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اخره. ما شاء الله. راه تلعب لك زعما دكتور وتفكرت دكتور شنو جات له وتفكرت. لا اله الا الله. الله يعطي الحق دكتور الله يغفر لهم الحق. لا اله الا الله. ودابا الضحيه فهادشي كله ذاك الوليد الصغير.
نعم دكتور الله دابا عنده عام وعام وشي طول صور هكا. ما شاء الله غديه معها وغتخلي جداته وباه. دابا معها دكتوره معها هي. ما شاء الله. لان ولا نعيمه ما دخلتوش مع شي ناس باش يتصلحوا ويقادوا الامور؟ دكتور دخلنا انا قلت لك طلقناها الطلاق الاول ورديناها دكتور. لا اله الا الله. علاه ما رديناها فاش ولدات؟ قلت له ولدي ذاك الوليد ما تحرمش من باه. شي بس ماك ربما تصح ولكن فاش رديناها والو الصلح ذاك زعما باش تصح وتولي انسان اخرى لا والو نفس الشيء عاوتاني. ما شاء الله. قسمك بالله دكتور الى دات غادي نقول لك راه دات تقريبا 2 مليون في الطلاق الاول ودابا تقريبا عاوتاني شي 2 مليون ولا 3 اللي دات. لا حول ولا قوه الا بالله وعد العرس وعد اسبوع وعد. دكتور قلت لك شنقول لك دكتور راه ظرف عامين دكتور. عامين. ظرف عامين. فيها دكتور عرس فيها اسبوع فيها طلاق فيها طلاق ثاني. ما شاء الله. صوره دكتور في الاسبوع الاول الاسبوع الثاني. لا اله الا الله. لان فاش كنطلقها يعني خصني ندير الواجب وصفت الاسبوع ها دكتور صفت لها راك عارفه دكتور التقاليد ديال المواد ضروري خصني نصفت الاسبوع ديالها وعاوتاني انا درت فاش ردينا هذا الاسبوع هنا عندي في الدار دكتور. ما شاء الله. قسما بالله دكتور تنقول لك هادشي تنقول لك راه ما زيداش عليك حتى شي حاجه كلمه صغيره ديال الكذوبه دكتور. ما شاء الله. تقسمك بالله وهاد اللي تجمعها وشو سبحان الله العظيم جالسه وتنقول والله تنوض ياك مع الله يشدي دكتور لان هادي شحال ولا تنحاول نتصل دكتور غير نعاود لك راه ما تنعس دكتور حتى تدير لك الدعاء الاخر عاد الناس. لا اله الا الله. وديما تنقول امين للناس وديما اللهم لك الحمد تقول امين وتنقول انا معك امين دكتور دائما 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 والصباح تمشي عند الاخوات انا موظفه دكتور تمشي للاخوات اللي خدمتهم تنقول واش سمعتوا على الدكتور قريبا شنو قال البارح شنو قال راه دعي ولا بغى شي حاجه حاولوا اتصلوا به وحاولوا ديروا وكنت نتبع ذاك البرنامج كنت دير نهار الجمعه ديال قرب رحيمه راه كنت نبكي معك دكتور ذاك لا اله الا الله والله دكتور تتاخذ الدعاويد الخيره دكتور قسما بالله الله يجازيك بخير دكتور اكرمك الله اختي نعيمه اكرمك الله والله يحفظك وليدك غير دكتور واحد الدعوه لك وليدي يخلي الله الضيعه يا رب الله يخليك الله يهديها دكتور بغيت غير الصلاه يا رب الله يعوضه خيرا مما ضاع الله يعوضه خيرا مما ضاع والله يملا قلبه بالايمان وباليقين والله يختار له من عنده جل علاه وهذيك السيده اللي كانت في سي صلاح يا ربي الله يرجع لميه لمجاريها ما كان شيء الله يبدله خيرا منها يا ربي يا كريم الله يجمع الشمل يا رحمن يا رحيم ويرفع المقام ديالكم لله وخا وخا لله باذن الله ندوز ستوندار واللحظه ربما وقت الاذان أذان صلاة العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي نرفع الأذان نصلي ثم نعود سريعا لنستأنف هذا الحوار فابقوا معنا وتقبل الله صلاتكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. مستمعي الأفاضل تقبل الله صلاتكم وزدنا وإياكم خشوعا وإيمانا ويقينا ووفقنا الله وإياكم لأداء الصلوات في وقتها مع الجماعة في مساجد الله. نعود إليكم ونفتح خطوطنا من جديد وهي 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52 وغناخذ مكالمة من بن سليمان مع لالة فاطمة. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزك الله لالة فاطمة. عندي لك واحد السؤال الله يرحم لك الوالدي. يا مرحبا. أنا واحد المرأة مطلقة واحد الوليد. الله أكبر. وتزوجت به لسنة الله ورسوله. نعم. ودرنا محلنا جلست مع دارهم شي 3 سنين هكاك ما بغاونيش دارهم. نعم. طلقت اولا عزلنا انا وياه خرجنا من الدار خرجونا بلا شيء حتى شي حاجه ما خرجونا ما عندنا لا من نعس ولا لا شي حاجه. لا اله الا الله. ودرنا دبروا يومي الدار ديالنا لا محال وعاونوني الجيران ووكلوني الجيران وكل شيء. الحمد لله. وما خايباش مع بنادم ولكن هذاك الراجل ما قوتش معايا يعني شي غير دار لي غير دار الدار جلست بوحدي شي خلاني بالجوع لا ماكله لا شراب لا حتى شي حاجه. ما شاء الله. اليوم اللي غدا يجي ملي خرج في شهر شبع نهار واحد الله في شهر ربعة ما تيعيط لي لا في تليفون ولا في حتى شي حاجه وعمي عندي امي عاه رجاله ما شاء الله هي قالت لها الراجل. نعم. ما كنت جا واحد اللي كان نصحو
درت لي واحد الدعوه درتها دفعتها للطلاق طلقت. اليوم دابا كيهددني دائما تقول لي اللي لقيتها في الطريق غادي نضربها. لا حول ولا قوه الا بالله. انا ما هربت لهم حتى شي حاجه ما هربت له. درت الحجاب حيدوا لي قال لي هذاك الحجاب ما تيعطيناش حنايا. لا حول ولا قوه الا بالله. قال لي هذاك الشيء ديال الناس اللي قاطعين ديك ديال الارهاب اللي خلونا هذا الشيء شديته حبا في الله. راه كلشي تيبغى المرأة تسترها وتيبغيها تستر وتيبغيها تسد ديال الله. نعم. هي ما عندهاش حتى شي حاجه كندير شي فيلم حيت تلقى الفيلمات انا كندير القران وهو تيدير لي الفيلمات. وحال عيشة عشني انا وياه لا يرتال بها. ما شاء الله. دابا انا كنت نقول له اللهم خليني تحل جناحك. نعم. ما نمشيش عند خوتي ما مشي عند شي واحد خليني عايشه مع الوليد تحضر له. قال لي اللي في اعلى ما في خيلك ركبي عليه. ما شاء الله. صافي دفعت الطلاق طلقته دابا تندبر على شي حاجه شي خدمه يعطيني حد عام نخدم ونخدم ناخذ ذاك الفلوس ديال الحاله. ما شاء الله. ما بغيتش حاجه نخدمها بدراعي انا. عطاك هو النفقه ديال الوليد؟ لا ما طلبت منه لا ما حتى شي حاجه. ما شاء الله. ما طلبت منه شايفه حاله ضاره مريض ما عندوش وما باش نضرو انايا حيت علاش؟ عارفه ما بينه وبين الله وراه عيط هذاك الولد اللي معايا. نزلت على كل شيء. نزلت على حتى شي ما خليت تاخذي حتى شي حاجه من غير الجلابه اللي فوق ظهري. ما شاء الله ما شاء الله. سمحت له في كل شيء وجيت جلست مع دارنا وانت عارف العروبيه سد عليه كله وسد عليه فيما حاله اللي عنده راه ياكل اللي ما عندوش راه ما غاديش ياكل. وانا امي ما قالت لي بو هذه شحال. عندنا غير امي وخويا عادل بوحدو وخويا صغير. واحد العيشه ما تنقولوش وصافي. ما شاء الله. دابا انا كنطلب على المطلوب منكم واحد الدعاء ليا والوالده ديالي وواحد الاخ ديالي. دعيو معايا من قلبكم انا متزاوقه فيكم ولا كان شي حاجه تعاونوني شي خدمه تكون نظيفه وعلى يديكم نتوما وها الرقم ديالي الله يرحمك الوالدي. واخا اختي فاطمه يا ربي يا كريم. لا فاطمه نسولك واحد السؤال بالنسبه للزواج ديالك مع هذا السيد اول مره واش كان بالاختيار ديالك ولا غير زواج تقليدي ديال الوالدين؟ اختيار ديالي شافني ما زعما انسان مزيان ظريف ما في حتى شي حاجه انا خديته زعما على الانسانيه في وجهه مزيان في انا مع والديه مع كل شيء تنقول هذا هو الانسان اللي غنعيش معاه. وكيفاش تقلب ما خدام حتى شي حاجه تيقول لي انت خدمي باع عليا ذهبي باع عليا كل شيء. لا اله الا الله. واش هو كيصلي ولا مبتلى كي كي ما تيصليش ما يصليش ما تيصلي ما حتى حاجه. ويكمل مبتلى كيدخن او شي حاجه تيدخن. ما شاء الله. ما شاء الله. دابا هو على كل حال هو طليقك ولكن ابو ولدك وربما نتمنوا على الله يتصلح وربما يندم هذا الفراق يخليه يراجع نفسه ويخلي انه يعاود يشكل ذاته من جديد انه يعاود. حيت دخلوه عائلته دخلوه يخدموا ما بغى يجلس في شي خدمه ما بغى يجلس فيها. لا اله الا الله. دبروا له عائلته على الخدمه ودبروا له السكنه دبروا له حتى الماكله قلت له قدام الدار ديالنا طايبه وتعطيوني الجيران هما اللي يوقفوا معاه. لا اله الا الله. ما بغاش نقول اللهم ما تحج جناحه قال سر المراه راجلها. هي اللي فاطمه. انا واحد العائله واحد العائله مزيانه ولكن ما لقيتش معاه من مره ما لقيتش معاه من نعيش معاه والدي تيحرشوا عليا ما قلت اللهم نوكل عليهم الله هو هذا اللهم نفوز براسي وبوليدي. هذاك الشيء اللي كان قلت اللهم عليه واحد ولا جوج ولا ثلاثه معنا واحد ودابا مريض ليا بالجلد مرض الجلد ما لقيتها باش نعالجك وكان عندي جوج من الكره ما لاقي كيفاش ندير ليه. لا اله الا الله. ولا لفطنا نسال الله تعالى ان يفرج عنك همك يا ربي يا كريم. الله يفرج عليك الهم ديالك والله يعوضك خيرا مما ضاع. الله يعوضك. انت امراه مؤمنه انت امراه مؤمنه محتجبه وكتحبي الله تعالى حاشا وكلا ان الله عز وجل يضيعك. وهذا السيد هذا نطلب الله له انه يتصلح الله يصلحه والله يرد به ردا جميلا الله يعطيه القوه والمدد باش ينوض يخدم وينوض يتعب لان الزواج راه مسؤوليه والرجوله هي نفقه وهي اهتمام ورعايه وعنايه ماشي مجرد ذكوره. نسال الله تعالى ان يمده القوه والمدد ويجمع الشمل ديالكم لاله فاطمه. نتمنى على ربي سبحانه وتعالى في القريب العاجل يفتح لكم باب التيسير وباب الفرج ويسخر لك في الطريق ديالك الاخيار الابرار. امين يا ربي يا كريم.
كنسمعوا معاناة كثيرة ديال بعض المعذبين فوق الأرض، ناس يئنون في صمت، وناس تعذبوا عذابا شديدا، ربما داروا اختيارات في أول الأمر لكن الحسابات خرجت لهم مختلفة. كيف غيديروا في هذه الحالة هذه؟ كيبدأوا بالصبر أولا، ثم الصبر ثانيا، ثم الصبر ثالثا، ثم بعد ذلك الله عز وجل يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. أكيد الله جل جلاله سوف يفتح لهم ألف باب، وأكيد أن الله تعالى حينما تشرق الشمس يوم جديد سيأتي رزق جديد، وسيأتي حظ جديد، وستأتي حياة طيبة أفضل وأحسن بإذن الله تعالى. أمين يا ربي يا كريم. ونتحول من سليمان إلى مراكش مع أخينا سي عبد السلام. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خويا كوريفان كيدير؟ لاباس عليك. أعزك الله سي عبد السلام. والله إلا فرحان ملي شفت لي الخط هضرت معك أودي أخويا كوريفان. أكرمك الله مولاي. الله يحفظك بارك الله فيك، الله ينورك. أنا خويا كوريفان بغيتك غير تدعي لي مع شوية مع الوالدين. إي خويا. ومع واحد خطبت واحد السيدة تدعي لي معايا عاوتاني خويا كوريفان، داك الشيء اللي كاين. إي سي عبد السلام دابا يلاه خطبتي، باقي جديد أنت يا سي عبد السلام. ان شاء الله ان شاء الله. وسام سلام، درتي الاستخاره قبل ما توكل على الله ولا مازال؟ انا مازال اخويا كوري. راه هاد الناس كلهم اللي كيتكلموا معنا الان وكنسمعوا بانهم طلقوا ولقات لهم مشاكل، الخطا اللي ارتكبوه اول مره هو انهم لم يستخيروا المولى سبحانه وتعالى. دابا انت اخويا عبد السلام راك مقبل على قرار مصيري اللي هو الزواج، اللي هو انسان يقدر يسعد طول العمر، ولا قدر الله الله يحفظ توقع مشاكل. اذا سام سلام لا بد انك غتدير الاستخاره على الاقل 3 ايام متابعه كل ليله، نستخر الله تعالى يا ربي يا كريم. اولا كنتي بغيتي ديك الفلانه بالضبط، طلب الله تعالى صلاه الحاجه ان يجعل فيها الخير والبركه والتيسير، وتكون الذريه طيبه وتكون الحياه مطمئنه باذن الله تعالى ان شاء الله. خويا كريم شكرا الله يا رب. ونسأل الله تعالى أخي عبد السلام أن يسعدك وأن يجعل هذه الزوجة مباركة ميمونة، وتكون إن شاء الله تعالى قدم الربح عليك وعلى والديك وعلى العائلة جمعاء. ونسأل الله تعالى أن يوفقكم لكل خير. دابا سي عبد السلام غتسلح بالصبر وغتنوض تخدم. سمعتي بأن لفطنا من سليمان المشكل ديال الزوج ديالها أنه الدراع ديالو ما خدم شيء، الرجل هو الدراع، لا بد أن يعمل. الله عز وجل قال لنا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. القوامة ديال الرجل هي أنه كيكون عنده المسؤولية وعنده العمال وعنده النفقة وعنده الصبر زيد، لأنه الرجل. ماشي المرأة هي كائن عاطفي، خلق الله تعالى من أجل الإنجاب ومن أجل التربية والتنشئة ومن أجل توزيع العواطف والحنان، لكن الرجل بحال الفاس في ممشى خصو يخدم. حنا معشر الرجال خلقنا من التراب من الطين، لأن آدم سمي آدم خلق من أديم الأرض، لكن النساء ما تخلقوش من التراب. هؤلاء النساء بنات حواء خلقنا من المادة الحية اللي هي الشق الأعوج من آدم، تخلقوا من الكبد ديالو. فالمرأة هي عاطفية، فيها الحنان، فيها الرحمة والإحساس ديالها مرهف. ولهذا خاص كل رجل يحاول على قدر ما يستطيع أنه يتمثل بمعاني الرجولة اللي هي الصبر، اللي هي العمل، اللي هي الكد والجد، واللي هي أنه يكون دائما كيحمي الأسرة باش تبقى مستمرة. إذا كان دائما الرجل هكذا من أول الطريق كيطلق زمام الأمور وكيبدأ الطلاق، المجتمع ديالنا غتعود في أعطاب كثيرة، غنلقاو نساء هكذا مطلقات، وغادي يكون الضحية الكبرى هم الأطفال الصغار. لو يعلم الناس أشنا هي السيكولوجية ديال الطفل اللي والديه مطلقين، داك الطفل كيكون ممزق وكيكون معذب فوق الأرض وكيشعر بواحد النقصان عظيم ما غيظهرش دابا، ملي غيبدي يكبر عاد غتظهر النقائص. غنلقاو إما أنه انطوائي، وإما أنه في العنف وفيه التطرف، وإما أن نلقاو بأنه إنسان
في شيعهات الله يحفظنا وإياكم. فلهذا كنقول للأزواج يصبروا فيما بينهم، اللي كتب له الله سي زوجة أو اللي كتب له الله سي زوج يصبروا فيما بينهم، والعائلة ما يبقوش مربعين يديهم وكيتفرجوا. العائلة خصهم يدخلوا بخيط أبيض. فين هما العائلة ديال الناس الكبار، الناس الأخيار، الناس الأبرار اللي كانوا إلا شافوا واحد جوج باقين صغار دائما كيتخاصموا؟ كينوضوا هاد الناس الكبار اللي قلوبهم عامرة بالإيمان وحنكتهم الحياة وكلمتهم مسموعة، كيدخلوا بقوتهم وبعطفهم وبحنانهم وكيجمعوا الشمل ديال العائلات. فنسأل الله تعالى أن يرحم مجتمعنا ويجعل فيه الخير والبركة ويحفظ الأسر من الطلاق ومن الهم والغم. ونسأل لأخينا عبد السلام زواجا مباركا ميمونا، ونسأل له الله تعالى يا رب ارزقه حياة سعيدة طيبة، وارزقه إن شاء الله الذرية الكريمة. آمين يا رب يا رحيم. نتحول من مراكش إلى الدار البيضاء مع أختنا أسيا. ألو. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم دكتور. حياك الله للا أسيا. كنشكرك بزاف على هذا البرنامج. أكرمك الله للا. بارك الله فيك. ها دكتور الله يسهل عليك، بغيتك تدعي مع الوالدة ديالي برحمة. يا ربي يا كريم. وعندي واحد الوالدة مريضة بغيتك تدعي معها. يا ربي يا كريم. ودعي معايا أنا يا الله يرزقني الزوج الصالح. يعني كنت ديجا مجوجة ودابا سيزون دابا هادي باش مطلقة. ويعني تعقدت ومريت بواحد الظروف صعيبة. ما شاء الله. لالا أسيا كيفاش توقع الطلاق ديالكم؟ اش غنقول لك دكتور انا سمحي لي ولو ان ربما نقلب عليك الجراح. لا لا دكتور لا ماشي مشكلة. نعم لالا. يعني انا ما كنت لك نعرف ولا شي حاجة. ايه. كانت واحد اختي ساكنة حدانا. ايه. شافتني هكا احنا يا دارنا ملتزمين كل شي، بابا ميت يعني خوتي كل شيء الصلاة والدين، دارنا بخير، ماما الحمد لله كبرتنا بالحلال الحمد لله، خلى باب الله يرحمه عنده 32 سنة يعني كيشكروها بزاف في الدرب ديالنا. قالت لي خذ بنت فلانة جات قدم يعني بين أسبوع بين كل شيء، دارت لي ماما مسكينة العرس وكل شيء صافي. هو يا ولا كيقول لي كيقول لي مني البنت كت يعني كتزوج كتنسى دارهم نسى داركم. لا إله إلا الله. وعمرك ما تحلمي تمشي عند داركم. صافي يا هذيك دازوا مشاكل، لقيته هو مشعويد. عرفت بأنه عرفت عليا يعني بزاف الحوايج، يعني الظرف ديال الزواج فترة الزواج دامت بين دوموا ماشي بزاف دوموا. الله 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 الله. دوموا. شهرين دغيا دازت. شهرين دوموا ما فهمتش يعني اش غنقول لك. كنت ساكنة فوق كان كاري لي عند خالته. اش غنقول لك هذيك خالته مشعويدة بزاف واحد الدرجة ما كتصورش. صافي هي هذيك ما عرفت صافي وانا رفعت الدعوة ديال الطلاق، درت طلاق الشقاق. اختي أسيا ملي منعك من داركم واش شعرتي بأنه حد لك من الحرية ديالك من حق من الحقوق الطبيعية؟ لا ولكن دكتور بغيت نقول لك أنا يعني عندي ماما، عندي أنا البنت الوحيدة اللي عندها. الله. يعني ماما مريضة، ها الأول شرطها لي قلت لي شوف أنا عند ماما غير أنا، وماما مريضة في أي لحظة كيديوها كومة السبيطار. ولكن دكتور ماشي هذا هما سبب المشاكل كاملة. يعني هذيك الفترة ديال دوموا يعني ملي كيمشي للخدمة ما كيخليش لي الفلوس نهائيا. ما شاء الله. ما كيخلي لي لا فلوس لا باش نفطر لا حتى شي حاجة، لدرجة بعض المرات كيعطيني 5 دراهم 10 دراهم وأنا في دارنا مولفة قاعدة خايبة. يعني أش غنقول لك أنا قلت ماشي مشكلة. لا لا صافي طاوة دكتور مشاكل داكشي ما ترفع الدعوة ديال الطلاق. إيه وهاد الشعوذة اللي كيستعملها واش أثرت عليك في الحياة ديالك؟ أش غنقول لك دكتور أثرت عليا بزاف واحد الدرجة ما كتصورش، لدرجة كنت مغادة في الزنقة مرات نفسيا يعني كنت متبعة عند الدكتور نفسي، كنت مغادة في الزنقة تا كنطيح ما كنعرفش راسي تا كنطيح. كان في يامات يعني شي إخوان كانوا كيجيو قراو عليا في الدار تا كنطيح ونبدا نغوت. كنت سد عليا يعني لدرجة بعض المرات كنت سد عليا البيت، بعض المرات كنكون ناعسة كنوض نبغي نتلاح من الشر جميع يعني مريت بواحد الظروف صعيب ما نعاودش لك يا دكتور. المفروض أن الزواج مؤسسة ديال السعادة ديال الاستقرار ديال السكينة، ربما انتبهتك بأن مؤسسة كلها عذاب ومعاناة. لا لا دكتور متفقة معك ولكن أصلا نقول لك ما لقيتش معامل.
لا اله الا الله. وهذه الكلمه الاساسيه كنسمعوها اليوم، سمعناها من 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 مجموعه من لاله فاطمه، من سليمان ومنك، ما لقيتش مع من. السؤال اللي كنطرحه لاله اسيه، ملي بغيت تزوجي معاه واش انك استعملتي الاستخاره؟ اه دكتور، استعملت الاستخاره. نعم استعملت الاستخاره. اياه لي حتى شي حاجه. اه ما شاء الله ما شاء الله، استعملت الاستخاره ما بان لي حتى شي حاجه يعني، وما غيت بواحد الظروف صعيبه، وحاليا يعني عائلته ولا كل شيء يعني كيتلاقاو مع جيراننا كيقول لهم هي حاسه براسها خدامه زوينه حاسه براسها، يعني عمرها عمرها ما غادي تتزوج، انا غنكون السبب ديالها. دابا دكتور كيجيو الناس وكيجيو حتى للدار وكيجيو واحد الظروف في الاخر ما كيكملش ما كيكملش، ما فهمتش. ما شاء الله. واش كتعتقدي بان ربما ذلك هو شي مانع باش ما تزوجيش؟ طبيعه الحال طبيعه الحال. عرفتي انا دكتور انايا يعني اول يعني سبب المشاكل اللي غادي نوضوا بيناتنا كان غادي في الصباح الخدمه. نعم قلت لي خلي لي الفلوس باش 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 نفطر، قال لي لا لا ما عندي الصرف. شويه هو يجبد الفلوس من البسطام يعني واحد اخر نقول لك بحال الحجاب. ايه نط انا شنو درت؟ يعني نط لحت وحاشاك في التواليت. رحت في التواليت صافي ديك الساعة يعني بحال أنني بحال أنني كندير لي داك الحجاب باش أنني نبغيه. صافي ديك الساعة عيطت على ماما كتب لي داك الدار يعني بشكل آخر، عيطت على ماما قلت لها شوفي ها كاين ها كاين، قالت لي مالكي شنو كاين؟ قلت لها عيطي دابا على خويا نجيب حوايجي راه ها كاين راه ها كاين ها كاين. صافي هي هذيك صافي نجي لدارنا. صافي مني وجيت دكتور لقيته أنه مصاحب مع واحد خيتي بنت ضربنا وما كنتش عارفة أنه مصاحب معاها. ما شاء الله. وكنقلب ليه التليفون وكنلقى ديما لي ميساج، نقول لك يعني الدكتور هذيك هذيك دوم اللي يعني اللي جلست معاه يعني عشت في واحد الضغوطات يعني وباقا صغيره وتحملت يعني بزاف المشاكل. ما شاء الله ما شاء الله. لا بس نقول لك الدكتور بغيتك تدعي معايا يعني في النهايه بالزوج الصالح يا رب. لا لا اسيه بغينا واحد واحد الفكره ربما تفيدينا بها. بعض المرات كنلقاو بعض البنيات اللي عايشين في واحد المستوى عائلي رفيع موفر لهم كل شيء، وملي كتزوج مع واحد شاب كيكون ربما في مستوى معيشي اقل منها وما كيوفرش لها المطلوب، وربما هي ما تقدرش تعيش تبع هذا النمط وهذا الايقاع ديال الحياه كيختلف عليها. في النظر ديالك واش البنت المغربيه قادره تتحمل انها تنزل من واحد مستوى عالي الى مستوى بسيط، ولا ما عندهاش القدره باش تحمل؟ يعني دكتور كاين بعض البعضين عندهم القدره باش يتحملوا، كاين بعض البعض ما عندهمش القدره باش يتحملوا، ماشي كلشي دكتور. يعني انا لدرجه انا يعني كنلبس دايره الحجاب، انا دايره الحجاب من 8 سنين تبارك الله، وانا دايره الحجاب كنصلي يعني كنعرف بيني وبين الله، ودابا وكنعرف بيني وبين الله يعني، وكنت كنلبس يعني كنلبس الحوايج وكنلبسهم يعني مستورين. نعم. ومني تزوجت فيه قال لي غديري الجلابه، رغم ذلك يعني درت الجلابه يعني بقيت لك كنلبس لسرا ولا حتى شي حاجه. كنت كتلبسي حجاب عصري؟ اي فوالا حجاب عصري. دابا غديري حجاب تقليدي. اه فوالا بحال هذاك الشكل. ومني خديته وداك الشيء يعني اش غنقول لك، وليت كنلبس الجلابه يعني وليت بحال بحال شي وحده كبيره، اش غنقول لك واحد العيسى، اش غنقول لك لا حول ولا قوة الا بالله. يعني اش غنقول لك دكتور ما ما شاء الله ما شاء الله. ودابا خدامة يعني دكتور ما كندير حتى شي حاجة خايبة، ودابا خدامة انا مع محامي دابا، نقول لك ديك الفترة ملي طلقت وداك الشيء وليت باغي نخدم يعني تعقدت في الدار، اش غنقول لك. احسنتي، لان المرأة ملي كتخدم كيكون عندها واحد السلاح، عندها وعندها شخصية وعندها استقلالية، إلا بقات جالسة في الدار وكتخمم راه كتصاب بالمرض النفسي. يعني تصور انني يعني اش غنقول لك، يعني ما تمرض نفسيا انا مشيت عند طبيب نفساني، تصور دكتور يعني عيب لي غيكل، مشيت عند طبيب لي غيكل لدرجه سي مو هي فيها لي غيكل. ما شاء الله ما شاء الله. هذا كتسمى استحاضه، عرق انفجر ملي كيكون الاعصاب شديده وعلا. كيكون واحد العرق كينفجر وكتبقى الدم ديال الحيض كدوز شهور متتاليه. اه مشيت عند الطبيب وداكشي كيقول لي الطبيب، كيقول لي الطبيب ابنتي راه ما عندك حتى شي حاجه، ما فهمتش هادشي ديالك راه كيعي مع الصبغه خفي على راسك. كنقول لي ما فهمتش هادشي،
لانه تبعت هذاك الشيء ديال القران والحمد لله وليت شويه. ودابا انا خدامه دكتور يعني وما كندير حتى شي حاجه خايبه الحمد لله يعني. ولدرجه المحامي اللي خدامه معاه ما عرفني لا ديفورسي لا حتى شي حاجه. والناس اللي يعني اللي خدامه معاهم هذاك الشيء يعني الخدمه في حدود وما عارفين عليا حتى شي حاجه. وكان بعض البعضين كيجي كيقول لي ما فهمتش اسيا كيفاش انت زوينه بنت معقوله داخله في قاصك ما مزوجه ما كنقول داك الشيء ديال الله اللي دار الله سبحانه وتعالى هي اللي كاينه. لا اله الا الله، هذه هي العقيده الصحيحه، هذه هي العقيده السليمه، وبهذه ربي غادي يرزقك. الله عز وجل غادي يرزقك رزقا وفيرا وطيبا مباركا بهذه العقيده الصحيحه. الحمد لله دكتور. يا ربي يا كريم. لا اسيا انت الحمد لله شابه طيبه وشابه مرضيه ومهديه. الحمد لله مرضيه مع الوالده ديالي الحمد لله. هي مريضه حتى كنجي من الخدمه كان يعني اش غنقول لك مرضيه مع واحد الدرجه ما كتصورش الدرجه حتى هي كتنوض تصلي كتنوض تقي من الليل وكتدعى معايا مسكينه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، واكيد عمرك ما غتخيبي. الحمد لله. الحمد لله. هذه الشده ربما ربي عز وجل كيهيئ لك واحد الزوج ثاني اللي ربما غادي يكون كامل مكمول. ربما هذا الزوج راهو في وراء ستار الغيب، الله عز وجل يعلمه ويؤذبه ويرزقه رزقا كريما باش من اللي غادي يوصل عندك غادي يوصل ان شاء الله ناضج وطازج باذن الله تعالى. فانت للا اسيا استمري على هذا المشوار ديالك وخليك بهذه النيه الطيبه ولا تخافي ولا تحزني. ونسال الله تعالى العلي المتعال ان يشافي والدتك، اللهم شافيها من كل داء وسقم وارزقها تمام الصحه والعافيه. وانت للا اسيا اسال الله تعالى ان يختار لك تعويضا جديدا، الله يعوضك خيرا بزوج مبارك مرضي مهدي ويكون مستقيم وتعيشي مع حياه مستقره ورزقك الله معاه درية طيبة يا ربي يا كريم. وهذاك الشخص الطليق ديالك نسأل الله له الهداية والتوفيق، نسأل الله تعالى أن يبعده عن الشعوذة وعن المشعوذين وأن يصحح طريقه وأن يلهمه الصواب والرشاد. آمين يا ربي يا كريم. لحد الساعة سمعنا مجموعة ديال المكالمات ديال السيدات نساء مغربيات ما زلنا في مقتبل العمر، وهؤلاء النساء عاشوا تجارب زوجية اللي هي يا قلقة وانتهت بالطلاق. وهذا كي يعطينا واحد الانطباع بأن المعذبات في الأرض ما أكثرهن، إنهن يعانين في صمت بين أربعة جدران. ربما احنا في الشارع العام كيبانون الناس غادين في الطرقات يضحكون ويمرحون ويلبسون أجود الثياب، ولكن حينما تغرب الشمس ويروح كل واحد إلى بيته ثم يريد أن يسترخي للنوم فتبدأ الهموم والهواجس وكتبدأ المعاناة الشديدة. هذا دليل على أن المرأة المغربية خاصها مزيد من الحنان والعطف والرعاية. والأزواج ربما لن ألومهم لأنهم حتى هما ربما ما تلقوش توجيهات أو إرشادات أو تكوين للزواج. هذا الزواج هو مسؤولية وخاص الإنسان يتربى عليه منذ وقت طويل، يتربى على الانضباط، يتربى على المسؤولية، على الحنان، على العطف، يتربى على العمل والجد والمثابرة. لأن هذا الزواج هو عبارة عن مؤسسة أسرة اللي بغينا احنا المجتمع ديالنا تكون فيه مؤسسات أسرية ناجحة. ماشي كل الأسرة القوة كتفشل وكتمشي للمحكمة وينتهي الأمر بالطلاق ويصبح عندنا مجموعة أطفال مطلقين. طبعا المرأة المطلقة كيسموها بحال حديقة بدون سياج، ياما تعاني من معاناة. حتى الزوج المطلق راه كنلقاوهم مجموعة منهم جالسين على الطرقات في المقاهي شاد قهيوة وشاد سيجارة وكيتبع بعينيه وكيبقى يشكي مع الأصدقاء ديالو. بل منهم ما كنلقاو جالسين الآن في الحانات تاع الخمر ربما كينسى الهم اللي عنده في قلبه. ياما في هذه الدنيا من هموم ومن مشاكل، ولكن كنعاودو نرجعو وكنقولو بأن الرابح من المرأة والخاسر من المرأة، واللي ما عنده مرأة ما رابح ما خاسر. كنتمنى من البنات ديالنا والأخوات ديالنا ربي سبحانه وتعالى يحفظهم ويرعاهم ويكملهم بعقلهم ويعطيهم الله تعالى أزواج صالحين ويرزقهم الله تعالى رزقا حسنا
ولنا في أمنا خديجة سيدة نساء الجنة خير أسوة بعطفها وحنانها واقترابها من زوجها حتى رفع الله تعالى إلى أعلى عليين. لنستمع إلى قصة أمنا خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ثم نعود إليكم فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. نعود إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء الاجتماعي والنفسي والأسري المباشر منكم وإليكم، ونذكر مرة ثانية بأرقامنا الهاتفية وهي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. معنا مكالمة من دار البيضاء مع أم مروة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أم مروة، مرحبا بك. لا كيفك أخ دكتور؟ حياك الله. لا حياك الله. نعم بسم الله. شكرا أخ دكتور. ألو كان سمعك. لا أم مروة مرحبا، تفضلي. مرحبا. كنت نستنفق لهذا البرنامج، كنت منا لكم كل خير. اللهم أمين. وجزاكم الله عنا كل خير. نعم. وكنت منا التوفيق لهذه الإذاعة بأكملها. يا رب يا كريم. اللي صهر عليها كله من كل تقنيين ومن كل الناس اللي صهرين على هذه الإذاعة، كنت منا لهم التوفيق. يا رب يا كريم. أستاذ دكتور، أنا عندي واحد طلب. نعم. وكنت منا من الله سبحانه وتعالى. كنت منا من الله سبحانه وتعالى أن تلقى شي قلوب رحمة لجميع المستمعين. نعم. أنا دكتور، امرأة أرملة. نعم. وعندي بنت أرملة مدة 4 سنين، وعندي بنت عندها 5 سنين، وأنا طفت بإعاقة، وعندي الأم ديالي حتى هي معاقة، وأنا المعين ديالها نتبع الله سبحانه وتعالى. يعني لا إله إلا الله. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله على هذه النعمة التي أنعم علي الله بها هي نعمة الابتلاء. الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. أم مروة، هذه الإعاقة ديالك أنت واش هي وراثية من عند الوالدة؟ لا لا، ماشي وراثية سيدي. صرت عندي هشاشة العظام. نعم. جاتني أنا الكوين في الظهر ديالي، وعندي الفتق في الظهر ديالي. يعني وليت الحمد لله والشكر لله، الحمد والشكر لله. والأم ديالي الله عندها الإعاقة اللي ولدتني عندها اليسرى، ما عندهاش اليمنى، اليد اليمنى، وشهر شمال نصفي. كان الزوج ديالي فغنى الله برحمته، كان هو اللي كان المعين ديالنا. بعد ما توفى الزوج ديالي بقيت أنا المعين ديال هاد العائلة. هذه المدة سنة يعني 4 سنين وأنا كنعاني من هاد الزوج. بلي توفى الزوج ديالي، بلي توفى لمدة سنة، الحين مابقيتش كنقدر لا نتمشى لا نخدم. من شي حاجه اللي كتوصل يعني كتوجد ديالها كيتوصل لي، ما كنقدرش نهز. يعني الدكتوره قالت لي خاصك تعيشي مع هذا المرض، يعني المرض اللي تعايش، يعني ما تمشيش بزاف، ما تعيشيش بزاف، تعيشي معاه حياتك كلها. نعم. الله سبحانه وتعالى كنتمنى وخصوصا قلوب اللي تشوف فينا بعين الرحمه. الامل الوحيد هو في هاد الناس، في خوتي المغاربه، في انا في مصدر ما خلصتش هذه المدة سنة، ودابا حكمت المحكمة بأنني أدي بلاغ سجون فرغوني. تخيل معايا دكتور، أنا 3 نساء، يعني بنت قاتلة والأم ديالي وأنا، يعني ما عندناش إلا الله. الله سبحانه وتعالى، الحمد لله، الحمد لله والشكر لله على كل حال. كنت من الله سبحانه وتعالى يشوفني، شوفني مبعين الرحمة في هذه الناس ساعدونا، لأنهم صور يعني بقيت جميع الجبال صراحة، ما بيش نكذب عليك، بقيت جميع الجبال. مشيت حتى بغيت الدنيا فيه الخيرية وأمي بغي الدنيا دار مسلمين، ولكن هما كيف كان باقي مسلمية. أنا ما بخيت سنة واحدة منهم، ما بخيت سنة شي واحدة منهم، ولا ما بخيت سنة تتحركوا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله لأن بقين. الحمد لله كنت منه نقول شكرا برحمة لخوتنا، خوتنا المغاربة. ونتمنى كل واحد شاف لي بعين الرحمة. أنا ما عرفش الله أشنو غدا، أنا اليوم حنا كلنا في الدنيا ما عرفش الله غدا أشنو يكون.
وكنتمنى والله سبحانه وتعالى كنتمنى الله يرزقني من حيث لا احتسب ولا ادري. ام مروه ملي ما خلصوش الكرة واش مول الدار رفع عليكم دعوه في المحكمه؟ دعاني نبدا في المحكمه. نعم دخلوا الناس دخلوا الجيران قالوا لي ودي صبرات السنجاره عندها انت كتشوف الحاله ديالها. لا ما هداش الله ما داكش اللي بغى الله وهادشي اللي قسم لي الله مشى دعاني في المحكمه باش نفرغ ليه المحكمه حكمت بالاداء وما نفرغش. ما شاء الله حكمت بالاداء وما نفرغش. دابا المفوض القضائي كل مره كيتصل عليا كيقول لي شوفي لالا راه لولا الاعاقه ديالك لولا هذيك الحاله ديالك راه مول الدار ما صابرش وانا حكمي ندير المسائل القانونيه الله يخليك الا ما شفتي فين تمشي راه انا راه ما قدرتش نجي نشوف نعاود نشوف هذيك الحاله لانه جو شهر قال لي راه ما قدرتش نعاود نجي نشوف هذيك الحاله الله يخليك شوفي شوف تفرجي ولا شوفي ديري راه حنا قطعتي لنا قدنا ولكن غنضل مع الحميده. ولا قدر الله وقع الافراغ على ام مروه الام ديالك فين غتمشي؟ واش دار العجزه الطفله فين غتمشي؟ انت فين غتمشي؟ لا ما بغاوش نمشي هي مو شاده فيا قالت ما نمشيش بنتي شاده فيا ما نكذبش عليك انا ما نكذبش عليك مشي بنتي خلصت انا وياها في الزنقه ما نكذبش عليك بنتي ما نمشيش ليا ما خيرني هذيك اللي ما بغيتش تفرق بنتي كنبكي انا كنبكي بنتي كنشوف غير شي بني صعب غير صعب الدار ولا شي حاجه كتقول لي ماما جا وكتجي قلبها كيتسرع كتدخل تجري يعني البنت مرضت اكثر مني انا البنت مرضت اكثر مني انا. لا اله الا الله لا ما نكذبش عليك يا عاطف سير ما نكذبش عليك ولا نحط عليك من انا ما عندي بنت وحده وخير ما عرفتش الشيطان ما نكذبش عليك ما نكذبش عليك. لا اله الا الله الحمد لله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله. ام مروه انت دابا معاقه وكتخدمي اشنو النوع العمل اللي كتقدمي به في العمل باش تكتبي القوت ديالك؟ كتبي بشكل راجل فاش توفى الزوج ديالي الله يرحمه كنت كنمشي نبيعو شنو كديرها في الريشه اييه بعدا باش ناكلو كنشيط شويه باش كنخلص ديك البركه ديال الكرا اييه دابا ما بقيتش كنجيب ما خديتش نبرك على الفراشه لان اختي تكجل اختي نعاود نسكر هكا معدنا كنشرب حتى هو زعما بعض المرات كنشرب شي دواء عاطي لي زعما تقريبا زعما بعض المرات كنت كالمه ما خديتش تنهضر تنهضر ما خديتش نقدر نهضر. لا اله الا الله كنهضر كنولي كل كنسترعب يعني ما بقاتش عندي هذيك الطاقه الطاقه ديال الهز كيلو كيلو من عسل المطبخ. لا اله الا الله لا اله الا الله. ام مروه بالنسبه للعائله الكبيره ديالكم الاعمام الاخوال المقربين كلها الحمد لله كلها عندي الحمد لله كلها عندي النصيب من اللي عندي اللي قادو يعني كيعطوك الناس ولكن هذوك اللي عطاتك العائله ما غاديش يكفيك ما غاديش يمكن يوكلك فقط النهار كامل حتى هما مغلوبين على امرهم. ها الله يرحم والديك يعني انت كتشم تشد من عندهم بعض الاحيان انا كنتشم هذاك الانسان كنشوف هو في راسه ما عندوش ما ياكل ولاده وما يدير واحد الحاجه كتشم تشدها من عنده ما شاء الله. ام مروه ملي كتسمي كتشوف هذه الابواب كلها مغلقه اشني الافكار اللي كتجيك في الذهن ديالك؟ كي كتحسي؟ يعني ملي كنشوف هذه الافكار كلها الا كنتجه للقران كنتجه الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله كنتجه الله سبحانه وتعالى لان عندي البنت مرضات نفسانيا. لا اله الا الله البنت مرضات نفسانيا الام ديالي مرضات نفسانيا. لا اله الا الله الام ديالي كتقول لي انا كون عندي قرابه لي شي حاجه وعندي رجليه باش نكون نكتب لي فين ريحك مني. لا اله الا الله يعني اللي تقول لك الام على هذه الكلمه راه صافي الحمد لله يمكن الله سبحانه وتعالى خيرا في هذا نتمنى خيرا في هذا نتمنى خيرا في هذا. ام مروه دابا الان لعله خير لعله خير لعله خير يا رب. دابا الان شنو المشكل ديالك واش الاداء ولا صافي الافراغ صافي غيتم؟ لا الاداء الا ما اديتش غيجيني الافراغ. شحال من شهر؟ عندي رساله مجموعه عليا السنه اللي صافي تحطمت فيها ما بقيتش قدرت نخدم السنه اللي تحطمت فيها صافي ما بقيتش قدرت نخدم صافي هذيك السنه اللي جمعت عليا في بشحال كنتي كاريه؟ كاريه 1400 درهم جوج بيوت. نعم لا اله الا الله لا اله الا الله. لا ام مروه واش عمرك ما تقدمتي بطلب للحصول على رخصه استغلال سياره اجره يعني جريمه او شي حاجه للناس المعاقين كيكون ظروفهم صعبه؟ نعم سيدي قدمت لرئيس الجماعه، رئيس الجماعه تيعرف الزوج ديالي عز المعرفه. يعني الناس مقبولين حتى العميله انا في دار خالتها، ما خصنيش نقول هذه الهضره، العميله
سيدات العاملة أنا قدر خالف حساتنا وعارفين الظروف عارفينها أنا كنكرر على هذه عارفينها ورغم ذلك ما خدتش وكنقول الله باقي ما يفتحش الله ما يفتحش ليا وأنا إيماني في الله قوي. لا إله إلا الله. إيماني في الله قوي. هاد الناس اللي هضرت عليهم مسؤولين تيعرفوني أنا العاملة قدر خالفها ولقاتني بس كيف ليا كلشي وعارفة الظروف لكن أنا ما عندي بالك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. شوف عرفت الجريسي عارفينها عارفين من أذب الإناثها وتعرفوا المرحلة وتعرفوا لي كيفاش كنت عايشة وتعرفوا لي أنا ما كنت عايشة وما عمرني غير نزلت إلا الله سبحانه وتعالى وأنا تركت هذا الباب لأن كنت ذكرت فيه ما كنت ذكرت فيه ما حبيب عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إن شاء الله وحيرت بس أنا تركت هذا الباب لا لا أم مروة إلا كتب الله تعالى مثلا تخلص لك الكرة ديالك واش حياتك ربما غتزيد لقدام ربما غتبقي في السكن ديالك غتنظمي وقتك إلى المستقبل ولك يبالك بأن مازال أمامك مشاكل كثيرة مواجهة ديال التحديات الأيام المقبلة ضروري المواجهات سواء اللي عنده اللي ما عندوش هذه الحياة كلها تحديات هذه الحياة كلها مواجهة ما شاء الله تحديات كلها مواجهة كلها تحديات لأن احنا في دين الله احنا كنديروا كمال كنديروا الباقي كمال على الله كنديروا الأسباب والكمال على الله لا إله إلا الله ما عرفناش أنا واش درنا عمري من غدا أنا كنهضر معاك دابا وكنت رجع وما درناش عمري من غدا الساعة انت دابا الان كتناضلي وكتجاهدي على قبل المميمه ديالك اللي هي مسنه ومعاقه المميمه ديالي على قبل البنيه والبنيه الصغيره تا هي بقى شحال العمر ديالها 8 سنين لا اله الا الله شكون اللي قال لك صيفطي الام ديالك للدار العجزه والبنيه الخيريه الناس الجيران وهادي قالوا لي هانتي دير الوالده ديالك دار العجزه تهلاو فيها ودير البنيه ديالك الخيريه داكشي اللي سمعتها الجاره هضرت بالدار وانت فين غتمشي هضرت ليا لأن الدار العجزة من شروط الولوج الإنسان عنده أكثر من 60 سنة دار الخيرية كياخذوا الأطفال الصغار أنت في الوضعية ديالك أش من دار غتقبلك وغيتفرق الشمل ديالكم هذا وضعية صعيبة صعيبة بزاف شنو البديل هو خاصك تخلصي الكرا ديالك وخاصك تستمر في السكن وتناضلي إلى ربي شافية ونزل رحمة في قلب خذ المغاربة رميتكم رحمة في قلب خذ المغاربة بغني الله بغني الله رغي دي الله لا إله إلا الله إلا مكتبني الله أنا تبقيني الأنبياء في ابتلاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلا الحمد لله يقول يكون خير نعم مع الله هذا وتعالى ما شاء الله لا إله إلا الله نعم مع الله يا رب يا كريم لا أم مروة كنتمنى كنتمنى لك حظ سعيد وكنتمنى ربي سبحانه وتعالى يسخر لك في الطريق ديالك لا تنسى من دعائك لا إله إلا الله أم مروة خلي لنا رقم تليفون ديالك اطلبوا الله عز وجل يفتح باب من أبواب الخير وباب من أبواب التيسير لأنك أنت في وضعية خاصة جدا أنت إنسانة معاقة أم وعندك بنية وعندك والدة معاقة وما عندكمش رجل في الحياة ديالكم قطع بكم الحبل والحكم القضائي بين يديك لا إله إلا الله الله يلطف لله الله يلطف خلي لنا الرقم تليفون ديالك ونطلب الله سبحانه وتعالى يفرج الباب باب من أبواب الفرج يا ربي يا كريم أسأل الله تعالى ربي سبحانه وتعالى لالا مروة أم مروة ما تخافيش ربي سبحانه وتعالى يسمع ويرى ويقسم الأرزاق بين العباد ويجعل أهل الخير في كل مكان وربي جل جلاله رحمته واسعة وانتي امرأة مؤمنة امرأة ذاكرة امرأة من اللي كتشتد عليك الأزمات تلجئين إلى القرآن إلى كلام الله تعالى لا شك ولا ريب أن الله تعالى سوف يجعل لك من أمرك يسرى في القريب العاجل خلي رقم تليفون ديالك ولعل وعسى ربي سبحانه وتعالى يجيب الفرج في القريب العاجل آمين يا ربي يا كريم وهذا صوت آخر من أصوات المعذبات في الأرض
كين النساء كثير منهن يعذبن في هذه الأرض، إما بفقر وإما بمرض وإما بطلاق وإما بوضعية صعبة. نسأل الله تعالى أن ينزل الرحمات والبركات على قلوب جميع المعذبين والمعذبات في الأرض. اللهم يا ربي يا كريم أرنا عجائب قدرتك، اللهم يا رحمن يا رحيم سخر للجميع الخير والبركة والتيسير، اللهم يا حنان يا منان افتح القلوب واملأها بالإيمان واملأها بالنعيم واملأها بالخير وبالسكينة وبالتراحم فيما بيننا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. لا تدع معذبا ولا معذبة في الأرض إلا وقد أسعدته في هذه الليلة، اجعلته من السعداء ومن الآمنين ومن المكرمين، آمين يا ربي يا كريم. نتحول من دار البيضاء إلى الخميسات مع أخينا السي أحمد. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا سيدي أحمد. كي داير سيدي لاباس عليك؟ حياك الله مولاي. لاباس الله يبارك فيك، الله يطول عمرك سيدي. أعزك الله مولاي. الله يحفظك الدكتور. الله عندي واحد المشكلة دكتور. يا سيدي مرحبا. كان عندي واحد الأمراض بزاف، عندي أمراض نفسية وعندي أمراض ديال السكر وديال الكوليسترول. ما شاء الله. مدة 7 سنين هادي يا دكتور وأنا كان عندي من هاد الأمراض. لا إله إلا الله. اش قلت لي دكتور أنا مريض. سيدي أحمد شحال العمر ديالك؟ عندي 39 سنة. الله مازلتي مازال في ريعان الشباب. وهذا السكري والكوليسترول واش هو اللي سبب لك في الامراض النفسيه، ولا الامراض النفسيه هي اللي سببت لك هذه الامراض العضويه ديال السكر والكوليسترول؟ الامراض النفسيه هي الاولى. اش كان وقع لك سيدي احمد؟ ما عرفتش، قيله من المشاكل داك الشيء. عندك شي وليدات؟ خوتي عندي الوليدات. والمشاكل مع الخوت؟ انا عارف دابا عندي بزاف المشاكل مع الخدمه مع الخوت بزاف. الناس كلهم عندهم مشاكل ولكن كيخلوا المشكله ما تدخلش لهم للاعماق ديالهم، كتبقى المشكله في ارض الواقع، ولكن الصحه النفسيه ديالو كتبقى مستقله. دكتور ما فهمتش، انا من دول خوتي عندي هاد الامراض هذا، خوتي والبنات وخوتي ما عندهمش، انا بوحدي اللي عندي هادشي. واش عندك شي عامل وراثي؟ الوالدين الاجداد؟ لا الوالد ما عندوش سكر، ما عندوش. والسكر الكوليسترول مرض عادي ممكن يتعالج، غير شويه ديال الريجيم شويه ديال الرياضه شويه ديال شرب الماء والخضار يتعالج. الكوليسترول تا هو يتقاد، كلشي يتقاد، حاله ساهل. وحتى الامراض النفسيه راه غير اوهام، راه ما كاينش مرض نفسي حقيقي، كاين اوهام ووساوس كتبقى تتراكم على الانسان حتى كتحطمه. والانسان ممكن بانه بين عشيه وضحاها ينام ويستيقظ يقول قد شفيت بقوه الاراده والعزيمه. سي احمد خويا اشنو هو الاحساس النفسي اللي كينتابك؟ باش كتشعر مقلق مهموم؟ دائما مهموم ما عجبك حاجه؟ لا والو. فيك تقضي الاوقات الفراغ ديالك؟ دائما احسب انا دائما خاوي واخا خدام دائما فارغ. لا اله الا الله. انا كنت كنصلي وقطعت وكان نسمعك في هذه الاذاعه تنشدو كنسمع وداك الشيء ورجعت كنصلي وكنطلب الله يعفو عليا وكنقول يا ربي هز عليا هذا الامر يا ربي يا ربي يا ربي، وكنرد مع الفجر وكنطلب الله يحيد عليا هذا الشيء. وانا عندي جوج وليدات، 4، عندي جوج بنات وجوج ولاد. الله يخليهم لك. وتزاد عندي واحد ولد وتزاد عنده واحد صبع زايد صغير. اييه. وقالوا لي الناس قطعوا له. لا. ودابا انا بغيت نقطع له ذاك الصبع. لا ذاك تمستاتي. لا ذاك خلق الله تعالى. خلي ربي ربما يكون ذاك الصبيع هو في شي سر من اسرار الله في المستقبل ديالو ينفعه. ان شاء الله. خلي هكذا ربي خلقه هكذا نخلوه هكذا. ما إلا كان شي عيب بارز غادي يشكل المولود عقدة نفسية، الفقهاء كيقولوا نبدلوه نصلحوه، هذا من إصلاح العيب. لكن إلا كان أمر عادي فربما يقدر يكون
في المستقبل له شي سر من الاسرار. يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم، يا ربي. دابا سيدي احمد المشكل النفسي ديالك واش عندك الرغبه انك تغلب عليه؟ ضروري، علاش لا؟ دابا بقى معنا غير خطوه خطوه. شنو هما المشاعر اللي كتجيك في الذهن ديالك؟ كنتعصب وصافي، ما كنبغيش كاع نجلس مع مولاي الدار، كنبغي غير نخرج انا. شنو اللي كيعصبك؟ صافي، ما فهمتش ذاك المشاكل اللي تيكونوا عندي في العقل وكنبغي نخرج. اذا انت كتبقى كتحدث مع نفسك، كتبقى تستعرض الدماغ ديالك خدام، كيبدي يدير مؤتمرات وندوات غير بوحدك. دابا سي احمد، طريقه بسيطه ديال العلاج النفسي، العلماء كيقولوا لنا اننا الدماغ ديالنا راه هو حمال اوجه، الى نفخنا الدماغ راه كبر من ملعب ديال كره القدم، وفيه عدد كبير ديال الافكار لا تعد ولا تحصى، وفيه الملايير ديال الملايير ديال الخلايا. اش غنديروا لك الدماغ؟ غنسدوه، ما نخلوش يفكر، وغادي نطلق اللسان هو اللي يخدم، بحال بتعبير دارجي الروبيني ديال الدماغ غنسدو، والروبيني ديال اللسان غنطلقو. بمعنى الدماغ يسكت، ما يبقاش يفكر في المشاكل وفي الهموم، يبقى يدي ويجيب. والروبيني ديال اللسان يعني غنبقى ندير الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. كل ما حركت اللسان ديالي كنولد طاقة نورانية ربانية، طاقة إيجابية، وملي كنسد الدماغ كرتاح. طبعا في الأول غتجيك صعيبة، ولكن غندرب عليها، فيما نشعر بأن أفكار تراودني كنبقى ندي بها ونجيبها، نغلق داك الروبيني، نسد الريدو، ما خدامش اليوم، الدماغ خليه يرتاح. وطلق اللسان، طلق اللسان، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. وبعد فترة قليلة غتلقى بأن جميع الأمراض النفسية اللي هي أصلا كانت غير أوهام، كانت غير وساوس، تزول، لأن الحمد لله الإنسان عنده قوت يومه ويعيش آمنا في سربه، لقد سقط له الدنيا بحذافيرها. أما السكر والكوليسترول، كن متأكد غادي غير ضمن الصحة النفسية ديالك، السكر غيتقاد بوحده، والكوليسترول حتى هو غادي يتقاد، وغتكون بصحة وعافية جيدة. وأنت سيدي أحمد عندك مسؤولية كبيرة، عندك ربعة ديال النفوس في الذمة ديالك، خصك لابد تحافظ على الصحة ديالك والعافية ديالك باش تنوض تخدم وتجيب لهم القوت ديالهم. إلا كنت أنت مريض، المرأة مسكينة غتقول الراجل اللي معولة عليه ها هو مرض ليا، والوليدات باقيين صغار خاصهم اللي يرعاهم ويعتني بهم، وخاصك مشوار طويل، إمتى غادي يكبروا وغادي يتخرجوا وغيتخطبوا وغيتزوجوا، مشوار طويل. لهذا خصك سيدي أحمد تعتبر الحفاظ على الصحة النفسية ديالك والصحة البدنية هي رأس المال ديالك، ما تضيعهاش. الله يرحم والدينا دكتور. واخويا سيدي أحمد، أسأل الله تعالى الحنان المنان المتعالي أن يشافيك من جميع الأمراض النفسية والبدنية. آمين. اللهم يا ربي يا كريم، شافي أخانا السي أحمد من كل داء وسقم، اللهم ارزقه صحة نفسية وبنية سليمة. اللهم يا ربي يا كريم، احفظه من الوساوس، واحفظه من الأوهام، واحفظه من الاكتئاب، واحفظه من القلق، واحفظه من كل الهموم يا رحمن يا رحيم. اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم شافه من داء السكري، اللهم شافه من الضغط، اللهم شافه من كل الأمراض البدنية والنفسية. اللهم يا رب احفظه بالسبع المتان والقرآن العظيم، وكله وليا ونصيرا. آمين يا رب يا كريم. أعزك الله سيدي أحمد، أكرمك الله مولاي. شكرا يا دكتور. وطبعا هذه الأمراض النفسية راه المؤمن المفروض أنه يتحداها. ربي عز وجل وضع لنا خمسة ديال المحطات في اليوم، بحال المحطات تاع البنزين على المسار ديال الطريق، بحال احنا غاديين في طريق سيار وعندنا محطات ديال البنزين. هي المحطات هي الصلوات الخمس، في كل يوم صلوات خمس. ملي كتجي الصلاة أتوضأ وأركع وأسجد، أش كيوقع لي ديك الساعة؟ كنقوم بعملية ديال التفريغ، تفريغ جميع الهموم وجميع الأحزان كلها أفرغها في الصلاة، ثم كنقوم بعملية شحن،
شحن طاقة نورانية إيجابية. فالإنسان إلا واضب على الصلوات الخمس في وقتها مع الجماعة في مساجد الله، كن متأكد أنه عمره ما غادي يشكي من مرض نفسي أو من قلق أو من هم. دائما أيها الأحباب الكرام نتسلح بالوضوء. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الوضوء سلاح المؤمن. حنا عندنا سلاح لا يقهر. إذا كان أمراض بدنية أو حتى أمراض نفسية أو حتى أمراض روحية، الوضوء علاج لها. ثم الصلوات الخمس، في كل صلاة ملي نسمع الأذان نمشي نتزاحم في المساجد، كيف كنتزاحموا على الأرزاق في الأسواق نتزاحموا في المساجد. ملي نسمع المؤذن يقول الله أكبر، يعني الله أكبر من عملي، الله أكبر من زوجتي، الله أكبر من أولادي، الله أكبر من السوق والمال وكل شيء، نتزاحم ونصلي خمسة دقائق ما غتجيب، ولكن بعدها كيجي الربح، كتشعر وأنك أنت سليم بدنيا ونفسيا، وملي كترجع للعمل ديالك كتلقاه ميسر، كترجع للتجارة ديالك كتلقاها رابحة، كترجع للزوجة ديالك كتلقاها مرضية مهدية، كترجع للوليدات ديالك كتلقاهم محفوظين بحفظ الله. ولكن حنا كنساو، كنهتم بأشياء هامشية وكنساو الشريعة الربانية الموضوعة من فوق سبع سماوات. الله الذي خلقنا هو الذي شرع لنا التشريعات وهو غني عن عبادتنا، وإنما هذه العبادات هي لمصلحتنا نحن، هي عبارة عن مصحات نفسية للتفريغ والشحن خمس مرات في اليوم. أسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الصلاة في وقتها مع الجماعة، وأن يجعلها لنا شفاء من كل داء وسقم، وأن يجعل ثوابها في الدنيا والآخرة. ونتحول من الخميسات إلى الدار البيضاء مع أختنا مجدة. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا للا مجدة. طيب كريبان كدير لبس عليك. يا مرحبا. الحمد لله، الله يرحم لي قرك، الله يرحم لي ربك. اللهم أمين يا ربي يا كريم. أعزك الله للا مجدة. الله يجعلك أهل الجنة. إن وإياكم وجميع المسلمين يا رحمن يا رحيم. الله يعطيك شي حاجة ثانية. يا رب يا رب يا كريم، إنا وجميع المسلمين يا رحمن يا رحيم. لما كان دعي معك كل فجر. لا إله إلا الله. كل فجر كان دعي معك ويخلك لوليداتك العزيز لك. اللهم أمين يا ربي. شكرا لك للا مجدة، شكرا لك على هذا الإحساس النبيل. لا دكتور، لا خليك دكتور، أولي بعد قبل ما يقطع لي التليفون قد نمرة التليفون ديالك ضروري. وخا بإذن الله. لا دكتور، وعند دكتور انا هذا سميته كنت مرض بواحد الظروف وتعصبت بزاف. نعم تعصبت بزاف، تعصبت تبقى الجسم ديالي صار ديالي كله تيضربني. الله اكبر. يعني راسي تيبقى يضرب واحد العرق في الراس، وليدي ديال هذا الشمال ورجلي ديال الشمال ايه تيضروني بزاف، حيت مرات بواحد الظروف صعيبه بزاف. انا توفات لي الوالده، خلات عندي 5 سنين. الله أكبر. توفات الوالدة، دابا أنا في عمري 42 عام. الله أكبر. مهم أني توفات الوالدة وأنا خدمة مع الناس، يعني بقى لحد الآن. كتخدمي في البيوت؟ لا تندير مربية، يعني مربية. حدي الآن مازال مني في عمري 12 عام وأنا حدي الآن مازال. الله أكبر. أنت أختي مجدة عشتي اليتم. شكون اللي ربك أنت أختي مجدة؟ شكون اللي رباك ملي مات الوالدة؟ مع العائلة، مع دام عندها، دام عندها دا جداتي ما بغاتش تشدنا، هما تعذبت واحد يعني حنا ديك الحالة ما حسيتوش كاع. الوالد ديالك ملي مات الوالدة ديالك تزوج مرة ثانية؟ تزوج الوالدة المرة الثانية، وحنا عشنا المهم خرجنا من المدرسة ما قرينا ما والو، يعني مرات واحد الظروف صعيبة بزاف. الله أكبر، لا إله إلا الله. صعيبة بزاف واحد الظروف. إيه وآخر مشي جلست مع واحد بنت عمتي في مكناس، بقات مقبلة لوليداتها، شنو هذيك هي سبب المشاكل. أشنو دارت ليا؟ مشات جمعوا عليها الديونات بزاف. شنو دارت دكتور؟ مشات غادي نعاود لك في العاد تشوفوا في الأفلام، تفرجوا في شي فيلم. إيه شاف الدكتور هزت الذهب ديالها كامل وبعته. نعم بعته باش تفك الكريدي ديالها. ايه وشنو تقول لراجلها؟ قالت له تفرق ليا. لا حول ولا قوه الا بالله. تفرق ليا دكتور. وشكون المتهم؟
حنا اللي تهمتنا، تهمتني انا والخدامه اللي كتسمعها. لا حول ولا قوه، ما نسمح لها لا في الدنيا ولا في الاخره، هي سبابي ما نسمح لهاش. شعرتي اختي بالظلم مجدة؟ شعرت بالظلم يعني بحق الان، كنحس راسي بحق الان تبقى نبكي على بوحدي. ديك الكلمه ديال امي ما سمعتهاش ملي كنت صغيره، ما سمعت كنشوف دابا عيش غتعيط بابا، ماشي تبقى نبكي. هادشي يلاه رجع لك دابا جديد، داكشي اللي كان في لا شعور ديالك مخبي يلاه بدا كيصعد. يلاه بدا كيدب الصوره، تكثر بقيت كنهضر على بوحدي، كنكون غادي تبقى نعاود على بوحدي، كنبقى نحس براسي تنهضر، تبقى نقول اللهم صل على سيدنا محمد، كنبقى نصلي وكنحس بحال شي واحد تيحيد لي ديك الكلمه ويجي يخليني نبقى نهضر بوحدي. داكشي اللي وقع لي. لا اله الا الله. يعني دكتور مشات باع داك الذهب ديالك كامل وسماتو فيا انا والبنت اللي سرقنا عليها. لا انا دكتور الله العلي العظيم، يعني حنا ربنا الوالد بقى كيف ما حتى شي حاجه الناس منهزوه، حتى شي حاجه الناس منقصوا فيها يعني. وكان عندها الشيفور، شكون اللي فضحها؟ فضحها الشيفور ديالها ملي ساق الخبر. نعم. جا الشيفور قال لي هذاك هذوك البنات اللي دات من الكوميساري وقيل نهار كامل دكتور تمام مع الاولاد مخشيين. لا 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 لا، نهار كامل حنا بالجوع، نهار كامل. لا لا انا ما داروا لي والو، كنت بنت خوها ضربوها مسكينه، تكرفوا عليها بزاف ضربوها. باش تعترف؟ باش تعترف؟ حنا ما دايرين والو دكتور. لا حول يعني ولا قوة الا بالله. جا واحد الجدرمي من تما قال لك هاد البنات هادو بريئين، ما عندهم بصمات، ما لقاوش حتى شي حاجة، ما لقاوها حتى شي حاجة، ما لقاوها. قال لك ما يمكنش باش متفقوا، عمتي كتقول بأن راه خداو 15 مليون وهي كتقول لك 22 مليون، ما هذا باش عرفوا. ما فاهمينش. ما فاهمينش. نعم. يعني دكتور وجا الشيفور ديالها وقال لنا زعما ملي ساق الخبر قال لك عياذ بالله هذه راه ما عندها فين تمشي عند الله. يعني انا نديها عند السيد اللي حطت عنده الذهب، نديكم حتى تما. ما شاء الله، هذا شجاع كي ولا تكتم الشهاده. هي فاش بغات، فاش الدكتور فاش بغات تبيع الذهب ديالها، جرات على الشيفور في الليل خرجاته، هو مشى معاها بعدا وداها ودا عند السيد وبعد الذهب ديالو وداك الشيء، وكني فاش بغات الشهاده باش حتى واحد ما يعرف، صرف هي امها. ما شاء الله. ثم دكتور يعني فاش تعصبنا بهاكا خرجت من الجاردة في الليل، بقيت كنبكي في الليل، تنبكي تنبكي تا طحت تما، طحت صافي من تما وانا مريضة بهادشي. ما شاء الله. ومجدة هاد السيدة ربما الناس ديال الامن وديال التحقيقات عرفوها بان هي اللي مسؤولة. شكوا فيها يعني هذاك جا من تما واحد البوليس الله يطول في العمر ديال اللي جا قال لي شوف، قال لي تحس عليها بأي حاجة عيطوا لي، خلى لي رقم التليفون ديالو، قال لي عيط لي والله تنجيبها، خاص تكون هي غادي نجيبها. وقت ملي حنا واخا سمعنا داك الشيء واخا درنا داك الشيء، ما مشيتش خليتها الله، خليتها من الله، الله ربي اللي غادي يخلص. لا اله الا الله. هو راه دكتور حنا في الكوميسارية تما وهي بنتها طاحت لها من الدروج، طاحت لها من الطبقة الفوقانية حتى لتحت. أعوذ بالله. ربي سبحانه وتعالى، انسان غير يدير الخير يلقى الخير. ولا دار غير ذلك الله يحفظ. تنصلي وتنطلب الله، تنقول يا ربي تبين الحق، يا ربي تبين الحق، يا ربي تبين الحق. وجوج مرات ما تيبانو فيها العلامات، جوج مرات يعني كتمشي مع بنتها عاوتاني جا لها الشفر تندور الطوموبيل بغا يدي لها بنتها. يعني حنا في هذا الشيء كله زعما، وراجلها راجلها ما مشاش مع راجلها، تيقول لها انا نشك في ولدي وما نشكش في مجدة، نشك في ولدي يداه وما نشكش في البنت اللي حنا شحال حنا معاها، شي ما عرفتش شحال حنا معاها، شي 12 عام ولا اكثر حنا معاها. ما شاء الله. عمرنا خدينا ما عمرنا خدينا حتى شي حاجه ديالها. ما شاء الله. ما كنعرفوش داك الشيء، بنت عمتي يعني ما نقدرش انا باش نمشي نسرق من بنت عمتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله دكتور تما مرت بشي ظروف صعيبة بزاف، شي ظروف صعيبة بزاف. عاوتاني جيت عند شي ناس هنا في كازا، المهم أنا معاهم حاليا، أنا معاهم واحد السيد كان كيجي كيخدم ليهم هنا، تيصايب ليهم داك الشيء في الدار تيخدم ليهم. واحد النوبة جا واحد الشك، صاب واحد الشك جا صعيب، زعما عيدخل عليه عيدخل عيدخل ويمشي على المحكمة. إيه عيط ليا، بقى تيرغب فيا، الله يخليك صحتك، عطيني هذا، عطيته هزيت الدكتور مليون وميسا الفري وعطيته له. كنتي جامع شي فليسات شقاء العمر. جامعه عطيته له، عطيته له باش عتقته بهذاك في الاخر، بقيت كنقول له عطيني فلوس، تيقول لك ما عنديش. ما شاء الله. هو عنده تيخدم تيعطي لختو يعطي لهذا ويصرف على داره ويصرف على كل شيء، انا ما قديتش باش نجيب الصداع. عطاو على باه راجل كبير ومريض باش ما قديتش باش نجبد له الصداع. انت اختي مجدة من اللي عطيتيه الفلوس واش خديتي شي ضمان شي شاك ولا والو؟ خديت شاك وكني ما قدرتش نمشي باش ندفعوا له في المحكمه، كنت ما قديتش حيت باه مريض، يعني الا مشيت تخشي حتى دير توعيه غيشدوا في الحبس.
تيقول لنا دفعوا داكشي ما قديتش. لا انت ما عندك بغرض تدخل الحبس، تبغيتي غير فليساتك تاخذيهم. بغيت نخلص الله بيني وبين. لا اله الا الله، ما شاء الله. هذه معاناه شديده اختي مجده، قطر خط المجده. ان شاء الله نتمنوا تعاود اتصال بينا باش نسمعوا لك اكثر. اكيد ان هذه المعاناه الشديده اللي مرت بها هي مجده تتخلي واحد الانطباع في النفس ديال الحزن وديال القلق وديال اعصاب قويه. اكيد ان المرض ديالك ناتج عن هاد الاعصاب المتعدده. الانسان من اللي كدوز عليه معاناه بحال هذا الشكل كيعود حزين جدا، والحزن ديالو عنده واحد مدى محدد. من اللي كيفوت داك المدى صافي كيعود الانسان منهار. انت عندك طاقه ديال التحمل محدوده، ولكن هادشي كثير عليك بزاف. ان شاء الله تعالى احسن طريقه باش نفرغوا علينا هاد الاعصاب وهاد الهموم. دائما اختي مجده كما سبق وان ذكرت، السجود. السجود هو واحد المقام اللي الناس بزاف غافلين عليه. مهما يكون عندك من المشاكل بحال الجبال الراسيات فوق الظهر ديالك فوق الصدر ديالك، الانسان يتوضا يصلي ويسجد لمولاه الله تعالى. إلا كنتي مظلوم الله ينتصر لك، إلا كنتي مغلوب الله تعالى يعطيك القوة والمدد، إلا كنتي فقير الله يغنيك من فضله، وإلا كنتي مهمش الله تعالى يسخر لك الأخيار في طريقك. أختي مجدة العلاج ديالك غتكتري من السجود. في السجود ديالك ابكي على مولاك، احكي له هاد الهموم وهو يعلمها سبحانه وتعالى، وتلقي واحد التطهير كبير في القلب ديالك. ما تبقيش هز الهم، المال اللي ضاع لك من داك السيد ما ضاعش، لان الانسان اللي كيعطي المال بنية القرض الحسن الله جل جلاله كيكتب له اجر وثواب عظيم، كأنه تصدق بنصفه. الى الاخر خان الامانة الله تعالى حاشا وكلا يضيعك إن شاء الله وبإذن الله في القريب العاجل. ربي هيئ الأسباب، وذاك المال اللي ضاع كله غادي تعود بالأضعاف المضاعفة في الدنيا قبل الآخرة. هذوك الناس اللي ظلموك الله يسامح لنا وليهم، الله يغفر لنا ولهم. ما تخافيش، ربي عز وجل غادي يعوضك تعويض آخر لمن يرفع مقامك ويعزك ويعطيك اعتبار وتقدير. هادشي كله في الدنيا، ولكن في الآخرة غتكوني إن شاء الله تعالى من المحظوظات. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى هو بحالك كان يتيما فآواه الله تعالى، حتى هو بحالك كان فقيرا فأغناه الله تعالى، حتى هو بحالك كان مظلوما مقهورا طردوه أخرجوه من بلاده وربي عز وجل نصره، حتى هو بحالك اتهموه بالكهانة والسحر والكذب وربي عز وجل قال له ورفعنا لك ذكرك، رفع ذكره في الدنيا وسوف يرفع أكثر في الآخرة. ما تخافيش يا مجدة، إلا كانوا بعض الناس عندهم قدرة على المناورات في المحاكم، أو عندهم معارف لكي يوقفوا معهم، أو عندهم دراية في التعامل في شؤون الدنيا، لا تخافي ولا تحزني، فإن لهذا الكون ربا يحميه، هو مالك الملك يسمع ويرى. أي واحد مظلوم كيقول لي الله تعالى لأنتصرن لك ولو بعد حين، وأي واحد ظالم الله تعالى كيقول له إن الله يمهل ولا يهمل. نسأل الله تعالى أن يخرجنا من ضل عيب لا عيب. آمين يا ربي يا كريم. وغنتحولوا من الدار البيضاء إلى مكناس مع أختنا يسرى. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا يسرى، مرحبا. بارك الله فيك، نشكرك بزاف على البرنامج ديالك دكتور. أكرمك الله. لله الله يبارك يحفظك ويسترك ويسترك ويسترك. يا ربي يا كريم. صراحة الله عزيز عليا بزاف، وحق الله عزيز بزاف بزاف. صراحة الله كنبقى نتفرج لك حتى كتساعدي. حفظك الله. صراحة بزاف الحوايج ما كناش كنديروهم، والله ما كنديروهم باش ديالك الله يجازيك بخير. الله يحفظك يسرى، أكرمك الله. لله حسب بغيت نعاودك واحد المشكل مع والدي ديالي. نعم.
شويه قاصح مع يسرى؟ قلت شي شويه قاصح مع الوالده ديالي بزاف. اييه يعني كيعملها بواحد المعامله ماشي شكل الدكتور، يعني مثلا كيقول لها نودي جيبي لي هذيك الله يعطيك الحب. اعوذ بالله. الله يعطيك شي مصيبه. اعوذ بالله. يعني اي حاجه بسيطه وهي مسكينه عندها عادي كتنوض تجيب هذيك الحاجه وتعطيها لي حتى يديه وعادي، يعني بصراحه بقى كيبقى في ديال الحال وحق الله. كتشعري بالظلم ديال الام ديالك و... يعني مش حال هادي كانت الام كيضربها كيعنفها وهكذاك صدرت مسكينه بقي لحد مصابره وزاد صدرها. لا اله الا الله. وحق الله يعني مثلا قالت لهم يعني ما كاينش علاش مثلا شي حاجه ما كتقولوش فيه شي حاجه كيقولها لها بغاش يدك دابا غندير لك المهم غير شحال هكذا حوايج بحال هكذا كيهضر معاها ما كتبغيش يتفهمني هذاك الشيء ما عرفتش علاش كيتعامل معاها بحال هكذاك يعني ما كيعيطلهاش بالسمية ديالها سميتها ما كيعيطلهاش بسميتها غير مثلا بحال شي حيوان هكذا بحال هكذاك يعني ما شاء الله ما شاء الله. انت يا يسرى ملي كتشوفي هذه المعامله بين الام والاب فجة وفيها تسلط وفيها تجبر وفيها طغيان كتشعر بأنك حزينة من أجل أمك؟ ما كيعجبني في الحال وكانت شي مرة كنغوت عليها كنقول لهم ما تعاملهاش بحال هكا. وهي مسكينة كتقدر تدافع عن نفسها أم لا؟ هي واش كتدافع على نفسها ولا هي مكسورة الجناح ما عندها قدرة للدفاع؟ لا ما عندهاش قدرة للدفاع إذا دافعت على نفسها غيضربها. لا إلا كتسلم خلاص صافي عادي وهي ولدت على داك الوضع صافي تقبلت داك الوضع تسمع الكلام وتسمع التعنيف وتسمع العتاب وتقول واخا سيدي واخا مولاي وخير وملي كيضربها وهذا يعني صافي ملي كيضربها كيعادينا كامل حتى شي واحد ما كيهضر معاه حتى واحد فينا كيبقى في البيت بوحدو كيبقى يطيب بوحدو كياكل بوحدو كنمشيو نهضرو معاه ما كيبغيش يهضر معانا هي واخا هي كيضربها ويعنفها وكتمشي عندو هي وكتقول الله يسامح وما كيبغيش يسمح ليها هي كتمشي تطلب تسمح وما كيبغيش يسمح ليها فكيدوزها علينا بالعتاب وحنا عاد كيبقى يهضر معانا شي شويه وعاد ولا كيدخل شي واحد في العائله عاد كيهضر معانا عاد. لا اله الا الله. عاوتاني ما ندوزوش حتى شهر عاوتاني في الموسم. ما شاء الله. اختي يسرى واش واحد الطبع خايب يعني غير تناقشوا غير في شي حاجه صافي ما يهضرش معانا صافي. ما شاء الله ما شاء الله. ربما هو عنده مشكل نفسي ما عرفت الحياه الاولى ديالو عندك لا شي معلومات ربما كان مع والديه واش كان عايش استقرار عائلي واش كان سعيد في الحياه الطفوله ديالو كان عايش عادي ما كانش باه ربما كيمات عليه العنف او كان شي واحد من افراد العائله كيمات عليه العنف او وقع شي طلاق من موباه او كذا. لا هو كان متزوج بمراه اخرى قبل ما يتزوج بماما. اييه وديك المراه كان كيعنف بحال هكذاك واحد النهار صافي ديك المراه سمحات فيهم ومشات صافي تلقاها ولا تعاد ماما. ما شاء الله. هو على برا مع صحابه مع الاصدقاء مع الجيران واش كيتعامل لابق ولا كيتعامل تاو معاهم بعنف؟ دوك في الكريبان ما تلقاش شي واحد اللي يقول الله يخليها سلعه كيقولوا غير الله يعمرها سلعه هذاك الراجل الله يعمرها سلعه والله يعمر هذا كتشوفوا مع الناس كيضحك ويقشبوا كتشوف شي شكل يعني الضحكه ديالو يعني مولين مع الناس ولكن كيدخل الدار وهذا معانا حنا ما كيهضرش معانا مثلا كنسولو على شي حاجه ما كيبغيش يعني ما كيبغيش يهضر معانا ما كيبغيش يتعاود معانا يتحاور معانا وهذا. ما شاء الله ما شاء الله. ما كيكمي ما كيشرب حتى شي حاجه كيصلي زعما وهذا ولكن ما عرفتش ديك التعامل ديالو ما فهمتش. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا اله صراحه الله كيبقى فينا الحق وانا كتبقى في وحق الله ما كتبقى فيه. ما حاولتش شي مره تجلسوا معاه شي محاوله تجلسوا معاه فوق المائده وتتكلم معاه بغير بموده الوالد اشنو اللي ما عاجبكش في الحياه ديالنا؟ اش ما عاجبكش في الام ديالي؟ واش ما معمراش لك عينك؟ واش ما حس بان تا هي انسانه؟ حاولتوا تتكلموا معاه بالحوار؟ ما كيبغيش يسمع لينا. ما شاء الله. كيقول لك لا اله الا الله، ديما اسكت. ما عرفتش
مسكين واخا هكذاك يعني عندنا عزيز وهذا واحد ما كانت دخلت واحد عميتي وهذا قال لها لا راني كنهضر نهضر مع امهم هما كينوضوا كيقول لك علاش وهذا كي حنا الدكتور كنهضروا فيه على الحق يعني كتبقى فينا الصراحه بلا ما كنتحملوش داك الشيء. لا اله الا الله. الليله غنوضها معنا قالنا ما تخرجوا دا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ما شاء الله. يسرى ما عندكمش شي عنصر ذكر في العائلة؟ خوكم كبير؟ لا. انتم غير بنات؟ احنا بين جوج بنات ولكن عندنا خوتي كثار من عندنا دراري صغار باقي مسكين ما عندوش القدرة باش لو كان ربما شي مولود ذكر كبير ربما يقدر يتكلم معاه ويقنعه ويبدل السلوك ديالو. لا 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 اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله يحفظك يا رب. اللهم امين. اختي يسرى هذه الحاله هذه ديال بعض الوالدين كتكون بهذا الشكل هذا كيكون الانسان ربما عنده واحد طبع شديد ناتج عن ظروف تربويه عاشها ربما هو عنده واحد الحرمان او ربما عنده واحد النزعه مضادة للمرأة تزوج باش ينتقم من المرأة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كيجمع الصحابة وكيسولهم واحد السؤال كيقول لهم من هو خيركم؟ كيقولوا لي خيرنا هو أكثرنا صلاة. كيقول لهم لا. كيقولوا للآخرين خيرنا هو أكثرنا صياما. كيقول لهم لا. البعض الآخر كيقول له خيرنا أكثرنا جهادا. كيقول لهم لا. والبعض الآخر كيقول خيرنا أكثرنا إنفاقا. كيقول لهم لا. ذكروا جميع الفضائل. هو يقول لهم في الختام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بغى يقول لنا بأن المقياس ديال الأفضلية ديال الإنسان ماشي بتعبده ولا بصلاحه ولا بإنفاقه ولا بحجه ولا بعمرته ولا بسلطته. المقياس الأفضلية في التعامل مع مال الدار. ملي كتدخل البيت ديالك وكتتعامل مع الزوجة ومع الوليدات برحمة وبحنان أنت خير الناس. أما الذي يتعامل مع العائلة بشدة وغلظة والناس كيعطيهم ابتسامة ورقة وحنان هذا نقول إما أن عنده شخصيتين إما نقول بأن عنده مرض نفساني خاصه لابد يعالج منه. عنده تراكمات نفسية في الطفولة ديالو وكيحاول ما أمكن ينتقم وكيحقر على هذه الفئة من الأسر ديالو لأنه هو السلطة كيبغي يمارس السلطة. ربما هو تمارست عليه شي سلطة ربما تمارست عليه واحد الاستبداد وكيلقى بأن اللي الجناح المكسور والحيط القصير هي العائلة ديالو اللي كيحكم فيهم وكينفق عليهم. نسأل الله تعالى لهذا الوالد أن يملأ قلبه بالرحمة والعطف والحنان. ونسأل الله تعالى لهذه الوالدة أن يرزقها صبر أيوب. ونسأل الله تعالى أن يجازيها خير الجزاء. هذا الصبر ديال الأمهات والزوجات راه ما سهلش. يكفينا أن الله تعالى أعطاهم واحد الأجر وتواب. ديك المرأة الصابرة اللي رجلها كيكون كيتعامل معها بغلدة وشدة وهي محتسبة كل لحظة كتمر بمعاناة جاء في الحديث بأنها تتحات عنها ذنوبها كما يتحات الورق اليابس عن الشجر حتى تلقى الله تعالى وما عليها ذنب. ويوم القيامة الله عز وجل أعد لها من الأجر والتواب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذاك الصبر والاحتساب ديالها لن يضيع. عندها أجر وتواب يفوق الوصف. فكنقول لجميع الزوجات الصابرات الله يزيدكم صبر في صبر. وكنقول الأزواج اللي هما كيتعاملوا معهم بعنف وبشدة وبغلظة نقول لهم إذا كان ممكن تمشوا عند طبيب نفساني يكون أفضل. إذا ما عندكمش القدرة على ذلك فقط حافظوا على شيء واحد غتعدوا من أطيب خلق الله. حافظوا على الصلاة في المساجد مع الجماعة. إذا حافظتي على الصلاة في الجامع مع الجماعة بخشوع واطمئنان كاع الأمراض النفسية غتحطها في الجامع. راه المساجد يا عباد الله راه مصحات نفسية بامتياز ومؤسسات تضامن اجتماعية بامتياز. إذا الإنسان كيواظب عليها غادي يلقاو
غيتخرج منها انسان سوي، انسان ما عنده لا امراض نفسيه ولا قلق ولا توتر. الهم اللي عنده كله ولو من الطفوله تراكمات كيرميها تما وكيدخل الدار ديالو. شوف الصالحين اش قالوا، انسان ملي كيدخل من الجامع ويدخل الدار غير كيحل الساروت بالباب كيطلق واحد الابتسامه، ديك الابتسامه ابتسامتك في وجه اخيك صدقه، اما في وجه زوجتك واولادك واحفادك هذه صدقات مباشره. حينما تطلق ابتسامه العلماء ديال النفس لقوا بان واحد النورانيه كتخرج من ديك الابتسامه، واحد لازون كتخرج كتعطي الاشعاع ديال السعاده للعائله والاحباب. الكلمه الطيبه سعاده، ان تربت بيدك على كتف زوجتك سعاده، ان تقول لها كلمه حلوه، كلمه فيها رقه، عندك فيها اجر وتواب. اما الانسان الذي يتعامل بغلظه مع عائلته وذويه فلا خير فيه، خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ومفهوم المخالفه شركم شركم لاهله. ونسال الله تعالى ان يهدي الجميع وياخذ بايدينا وواصينا الى البر والتقوى، امين يا ربي يا كريم. وغنتحولوا من مكناس الى اكادير مع اختنا امينه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دايره دكتور لاباس عليك؟ اهلا لالا امينه، مرحبا. بغيت غير تدعي معايا الله يحمل والدي بشي ذريه صالحه. يا ربي يا كريم. سبع سنين مزوجه مازال جاب لي الله الذريه. الله 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 الله. ولالا امينه مشيتي عند الطبيب؟ مشينا، راجلي اللي عنده مشكل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اشنو المشكل اللي عند الزوج ديالك؟ عنده مشكل في الحيوانات المنويه ما عندوش. والطبيب عطاه شي ادويه مقويه؟ عطاه شي دواء ولكن ما داروا ليه والو، داكشي فيه تكلفه بزاف. غالي شويه غالي. داكشي غالي. ودعي معنا ماشي رضيه. يا رب يا رب. لالا امينه استعمل الزوج ديالك شي اعشاب اللي هي معالجه؟ كان استعمل شي اعشاب ولكن ما داروا ليه والو، داكشي جابوا غير من واحد البلاصه. ما شاء الله. ولالا امينه راه بالتجريب العلماء لقوا بان الانسان الرجل اللي عنده النقصان في المواد الحيوانيه وبغى باش يكون عنده الانجاب الى الدواء جاه غالي، ولقى الاعشاب ما عندهاش مفعوليه، راه كاين واحد الدواء بسيط جدا وعنده مفعوليه قويه 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 للغايه. هذا الدواء لالا امينه هو الاكثار من الذكر. قولي للزوج ديالك نحاول تنديروا الاذكار تندير كلشي تنصلي. الاكثار من الذكر هو هو كيعطي طاقه وكيعطي قوه في الحيوانات المنويه، كيعطي واحد الخصوبه في الانجاب باذن الله تعالى. قل لي اكثر من ذكر وان شاء الله تعالى في القريب العاجل غتسمعوا خبر الخير. يا ربي يا كريم. ربي يدعي معنا مزيان الله يرحم الوالدين. اللهم امين لالا امينه، اسال الله تعالى العلي المتعال أن يرزق زوجك الصحة والعافية الجيدة. أسأل الله تعالى أن يكرمكما في القريب العاجل بالذرية الطيبة ذكورا وإناثا. لالا أمينة قولي للزوج ديالك أنه يجتهد في قيام الليل، قيام الليل في الثلث الأخير من الليل. رب العزة يتنزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، فيقول هل من صاحب حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له. ديك اللحظة هو يتوضأ ويصلي ركعتين وينحني إلى السجود، والعبد يكون أقرب إلى ربه وهو ساجد. وديك الساعة يقول يا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وانت لالا أمينة بقيت تقولي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين في كل سجدة. واحد الملاك من السماء غادي يقول لك إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك، اطلبي ما تشائين. وقل لي يا أرحم الراحمين أريد ذرية طيبة ذكورا وإناثا، اللهم لا تحرمني، اللهم ارزقني من فضلك. وإن شاء الله تعالى ملي غتواظبي على هذا الدعاء الله عز وجل قادر بأن يعطيك حاجتك من أول دعاء. لكن الله تعالى لا يعطينا من أول دعاء، لماذا؟ لأنه يقول لجبريل لا تقضي حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع دعاءه. الله تعالى كيبغي يسمعك
تدعيه مرات ومرات ومرات وتلحين في الدعاء، وهو عز وجل يحب ذلك، وهو غني عن العالمين، وحينما يعطيك سوف يعطيك إن شاء الله تعالى أكثر مما كنت تظنين. غدا يعطيك إن شاء الله الدرية الطيبة، غتكون مباركة، غتكون الجينات ديالها والخلايا ديالها والهرمونات ديالها غتكون مباركة ونورانية، وغتكون مربية ومحضية ومهدية. وفوق هادشي كله غتلقى داك الأدعية ديالك وداك التذلل والانكسار والخضوع بين يدي الله قمة العبودية. يوم القيامة غتلقي أمام باب الجنة جبال ديال الحسنات، غادي يقول لك الله تعالى هذه ملكك يا ربي، انت درت هذه؟ يقول لك ربي عطيتها لك لما كنت تدعيني، كتدعي وتعاود تدعي وتعاود تدعي، كنكيل لك بالمكيال الحسنات، وكنقول لجبريل لا تقضي حاجتها فإني أحب أن أسمع دعاها، هو كيزيد كيل لك حتى كتلقى يوم القيامة بالمكيال جبال من الحسنات. ويعطيك الله إذا أعطى سبحانه، إذا أعطى أكرم أكرم جل علا. فللا أمينة، أسأل الله تعالى العلي العظيم أن يكرمك ويحفظك ويرعاك. ونقول لك للا أمينة الخير أمامك بإذنه سبحانه وتعالى، وإن شاء الله قريبا غتصل بنا وغادي تخبرنا بأن الله تعالى جاب النصيب، الله يعجب الفرج. آمين يا ربي يا كريم. وغنقول السادة المستمعين، أي واحد بغى ربي سبحانه وتعالى يعطيه ما بغى، راه عندنا دائما واحد المفتاح ديال الفرج اللي هو الصلاة على النبي. الصلاة على النبي هي ماشي غير مفتاح للفرج، هي ربح مضمون، ربح مضمون كيعطيها الله تعالى لكل من واظب عليها. فكنقول هاد الناس كلهم اللي سمعناهم لحد الآن، سمعنا معذبين ومعذبات في الأرض، كل واحد منهم كيجتهد في اتخاذ الأسباب، كل واحد منهم كيفكر وكيدبر، ولكن كيلقى الأبواب مغلقة وكيلقى بأن غير محظوظ في حياته. غنقول لكم جميعا، أنتم عندكم في أيديكم مفتاح من مفاتيح الفرج، استعملوه بقوة وبترضاد وبتكرار، وإن شاء الله تعالى يفتح الباب، باب الأمل، بل يفتح باب العطاء، مش غير الأمل اللي هو يا خيال فكري، لا، باب العطاء، العطاء من الله وباب المدد من الله فقط. وإحنا على أبواب يوم الجمعة، الله جل جلاله يرد الروح الطاهرة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل جمعة في قبره، فيحيا حياة حقيقية، هو الآن حي حياة برزخية، لكن كل جمعة كيعطيه الله تعالى القادر على كل شيء روحه فيحيا حياة حقيقية. فكلما صلينا عليه وسلمنا إلا وتبلغه صلاتنا وسلامنا في قبره بأسمائنا وأسماء أمهاتنا، فيشفع لنا في الدنيا قبل الآخرة. راه الشفاعة يا عباد الله نوعين، كاين الشفاعة الكبرى في الدار الآخرة لدخول الجنة، وكاين شفاعات في الدنيا. داك الإنسان اللي ما عنده زهر، داك الإنسان الفقير اللي ما عنده مال، داك الإنسان المريض اللي ما عنده صحة، ديك الفتاة اللي ما عنده حظ كتقلب على زوج باقي ما جاش، وهذيك الزوجة اللي كتمنى حياة سعيدة طيبة مع زوجها وما لقاتهاش، وهذيك الزوجة اللي تزوجت سنوات طويلة وكتمنى ذرية طيبة. وأي واحد باغي خير من الخيرات، ها هو دا بين يديك المفتاح، صلي على النبي وأكثر من الصلاة عليه، يشفع لك في الدنيا قبل يوم الزحام، يشفع لك هناك في الدنيا. وإن شاء الله تعالى ما هي إلا أيام معدودات حتى يعطيك الله تعالى المراد. وتأكد إذا تأخر المراد، اعلم بأن الله يحبك وأنه لا يريد أن يقضي حاجتك، لأنه يحب أن يسمع دعاءك، لكن ذلك لن يطول، سيأتي يوم قريب ثم يأتي العطاء الإلهي بالأضعاف المضاعفة، غادي يعطيك الله عز وجل حتى تقول يا ربي هادشي راه أكثر مما أستحق، والله الذي لا إله إلا هو ورب الكعبة ما أقوله لكم لهو صدق وحق ليس فيه ريب ولا شك. هيا بنا جميعا نصلي على الحبيب المصطفى، وكلنا غنربحوا
ربحا عظيما. أعظم ربح هو في الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يربح من صلى